السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير أهلا بكم في عدد جديد من برنامج هذا الصباح يأتيكم مباشرة عبر الإخبارية التلفزيوني الجزائري وتتابعونا فيها إحصائيات حوادث المرور خلال الثلاثي الأخير والآليات الحديثة للحد من إشكالية حوادث المرور موضوع سنناقشه بحضور ممثل مديرية الأمن العمومية في ملف الصحة سنتطرق إلى درجات ضعف النظر لدى الأطفال وطرق علاجها في الحدث التربوي تواصل الامتحانات التجريبيه لتلاميذ شهاده التعليم المتوسط وفي البرنامج وقفه عند كيفيه تهيئه التلاميذ للامتحانات الرسميه. في قطاع الصيد البحري وتربيه المائيات سنفصل في مضمون الحمله الوطنيه لاستزراع الاقفاص العائمه في البحر وواقع تربية المائيات على المستوى الوطني وعلى مستوى ولاية بومرتاس في برنامج هذا الصباح سنستعرض المؤهلات الطبيعية والمنشآت السياحية بولاية فلف وكذا التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف انطلاق فعاليات الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية وضيف الملف المدير المركزي بوزارة الري السيد عبد العزيز لرجوم مشاهدينا كل هذا بالإضافة إلى فقرة التراث مع الزميلة كنزة حاج حمد تفاصيل هذه المواضيع مشاهدينا تتابعونها كاملة عقب هذه الإطلالة لتوقعات أحوال الرقص موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل... تحية صباحية مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى هذا اللقاء عودة الأمطار خلال نهار اليوم ستخص تقريبا جول المناطق الشمالية خاصة الغربية والوسطى إذا اضطراب اذ جوي سيكون نشيط الفعالي بداية من الأمس إن شاء الله وعبارة عن منخفض جوي يسود حاليا منطقة الثورة ليلتحق خلال الأمسية على المرتفعات والهضاب الوسطى والغربية الأمطار ستزداد غزارة إن شاء الله على شكل زخات بحول الله مرفوقة بحبات من البرد لتلتحق خلال الليل تزداد غزارة إن شاء الله على الواجهة الساحلية الوسطى وكذلك الغربية مع هبوب رياح قوية على الواجهة الغربية وكذلك الوسطى تصل إلى 60 كيلومتر في ساعة الأمطار كذلك ستلتحق ليلا على الواجهة الساحلية لتزداد غزارة خاصة على الواجهة الساحلية الشرقية ننتظر بعض الأمطار تحت وقع رعود إن شاء الله على زخات ستخص منطقة الصورة شمال الصحراء منطقة الواحات مع زوابع رملية على شمال الصحراء الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الغربي ست درجات سجلناها خلال هذه الصبيحة على الصيف مقاييس ما بين 10 درجات إلى 16 درجة على الوجهة الساحلية 25 درجة على الصحراء الوسطى 18 درجة على كل من تندوف بن عباس تمن سبعة 27 درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظهيرة اليوم إن شاء الله درجة الحرارة القصوى ستعرف تراجع تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة الوجهة الغربية مقارنة باليوم إن شاء الله تصل إلى 19 درجة على ولاية ولاية تيارت 23 درجة وهذا على العاصمة كذلك بومرداس بازا بجاية جيجل سكيك دا حتى على قلمة قسنطينة وسطيف العشرين درجة لولاية الجلفة لثلاثين درجة لولاية ولاية لثلاثين درجة على تندوفة بني عباس درجة على بشار ننتظر ستولاثين درجة على جانت ترتفع واربعين درجة على أقصى الجنوب أما البحر خلال نهار اليوم سيبقى مضطرب تقريبا على كافة السواحل خاصة السواحل الوسطى ننتظر بحول الله بحر كثير الاضطراب مع رياح قويه ضمن طيارات شرقيه شماليه شرقيه على كل من السواحل الوسطى والسواحل الغربيه تصل لغاية 60 كيلومتر في الساعه أجواء مستقرة مشمسة على طوكيو مع مع 30 درجة، سحب سفلى كثيفة على بكين مع 26 درجة، طقس حار على نيودلهي 41 درجة، أجواء مغشاة على كولومبو مع 31 درجة، لكن أمطار بشكل زخاتر عادية ستخص كل من سنغافورة، مانيلا وكذلك هونغ كونغ، ننتظر 27 درجة على هونغ كونغ، مانيلا 34 درجة، سنغافورة 32 درجة. غربة الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة وما جوارها من مدن إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام السابعة وتسعة واربعين دقيقة أشكركم على المتابعة يومكم طيب وسعيد السلام عليكم موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل اهلا بكم مشاهدينا من جديد في برنامج هذا الصباح الذي يرافقكم على مدار ثلاث ساعات من الزمن وإلى غاية تمام الحادي عشر صباحا بفقراتنا وأركاننا الخدماتية المتنوعة والمستهل بإحصائيات المديرية العامة للأمن العمومي خلال الثلاثي الأخير فيما يتعلق بحوادث المرور والآليات المطروحة للحد من هذه الإشكالية. للحديث عن هذا الموضوع يحضر معنا المكلف بالاعلام لدى المديريه العامه للامن العمومي سياده العميد ربح زواوي اهلا وسهلا. شكرا بارك الله فيك اذا سياده العميد ملف حوادث المرور في كل مره يطرح ويعاد طرحه نظرا لخطوره هذه الاشكاليه، دعني ابدا معكم من احصائيات حوادث المرور خلال الثلاثي الاخيره. شكرًا، بارك الله فيك. إذاً أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد تحية أمنية إعلامية إليك ومن خلالك إلى كل مشاهدين الأكارم. إذاً أحبتي الأفاضل المشاهدين الأكارم، سلام الله يخشاكم وحفظ الله يرعاكم وعلى الأمن والأمان نلقاكم في هذا الفضاء القار الجديد المتجدد من ضمن التغريدات الأمنية نتطرق اليوم إلى اليات مواجهه اشكاليه حوادث المرور وتكريس قيم السلامه المروريه وكما تفضلت حتى تكون لنا استراتيجيه حتى تكون لنا نظره استباقيه لهذا التوجه نبدا من تحليل القراءات الاحصائيه وتبقى هذه ربما الارقام التي نقدمها ليست مجرد احصائيه فقط بل هي وسيله للتحليل وطريقه للتنبؤ وعلى اساسها تتخذ المصالح الامنيه الاجراءات المناسبه من خلال التكيف مع كل المتغيرات في الميدان دعيني نعود إلى سؤالك ونتطرق إلى القراءات الإحصائية الأخيرة فيما يخص الثلاثي الأخير لهذه السنة سجلت مصالح الأمن الوطني ما يتعلق بعدد حوادث المرور 4200 وتسعة وخمسين حادث مرور مخلفة خمسة آلاف وتسعة وخمسين جريح ومخلفة أيضا مئة وتسعة وخمسين حالة وفاة على مستوى المناطق الحضرية وحتى تكون لهذه القراءات معنى وتحليل يجب مقارنتها مع نفس الفترة خلال السنة الفارطة حتى نقف عند التوازنات الإحصائية في هذا المجال لاحظنا بأن هناك ارتفاع طفيف يقدر بخمسة في المئة في عدد الحوادث ارتفاع أيضا 5% في عدد الجرحى في حين سجلنا أيضا ارتفاع في عدد الوفيات بعد ما سجلنا خلال السنة الفارطة ما يتعلق بعدد الحوادث 159 سجلنا ارتفاع انخفاض اللبس به يقدر بما يفوق 12% على المستوى الوطني إذا من خلال القراءات الاحصائيه ومن خلال هذه الارقام نتخذ الاجراءات المناسبه لان اهميه القراءات الاحصائيه وتحليلها الى جزئيات وتفكيكها حتى نعرف السبب الرئيسي الذي يؤدي الى حوادث المرور او الذي يتسبب في حوادث المرور اذا عندما نتكلم عن اشكاليه حوادث المرور لابد او استراتيجيه مواجهه حوادث المرور لابد ان نتطرق الى نقطتين هامتين الا وهما اولا التحكم في التدفق المعلوماتي من خلال تحليل هذه القراءات الاحصائيه، ثانيا التكيف مع متغيرات المحيط والاضطرابات الجويه وكل ما يتعلق بهذه الاضطرابات بمعنى تحليل البيئه وفق نقاط القوه، نقاط الضعف وما يتعلق بالبيئه الداخليه والبيئه الخارجيه، اي نعم البيئه الداخليه تحدد لنا مناطق قوانا ومناطق ضعفنا وعليها نتكيف مع هذه المتغيرات، البيئه الخارجيه التي في بعض الاحيان تكون قوه القاهره مثلا الاضطرابات الجويه الكثيفه او نتكلم عن الفيضانات تكون هنا قوه قاهره وهنا امام تهديدات قائمه وربما تكون فرص عندما تكون الأجواء صح وكل هذه المتغيرات تكون مبنية على تحليل هذه القراءات الإحصائية إذا نحلل القراءات الإحصائية نستنبط السبب الرئيسي أو المسببات الخفية لا. التي تعتبر إشارات ضعيفة نحولها إلى قوة محركة ربما الجميع يعي ويعلم بأن أسباب حوادث المرور هي معروفة العنصر عن البشري والمركبة والمحيط ولكن ما الذي يجعل هذه الأسباب تطفو إلى السطح تلكم هي الاستراتيجية التي تراهن عليها المديرية العامة للأمن الوطني لتكريس قيم وأبعاد السلامة المرورية والتخفيف من حدة حوادث المرور على مستوى طرقتنا إن شاء الله طيب هناك زيادة في حوادث المرور مقارنة بالسنة الماضية تقدر بخمسة بالمئة تحدثتم عن الأسباب والعنصر البشري كعامل مباشر في حوادث المرور، يعني من خلال هذه الدراسات وهذه القراءة للأرقام التي تقومون بها هل هي نفس الأسباب دائماً التي تؤدي إلى حوادث المرور؟ هنا لابد أن نقف عند جمله الاسباب التي تؤدي الى حوادث المرور والتي تؤدي لا محاله الى ارتفاع ضحايا حوادث المرور شكرا بارك الله فيك عندما نتكلم عن الاسباب الاسباب الرئيسيه معروفه عامه وهي الافراط في السرعه عدم احترام قواعد السلامه المروريه المناورات الخطيره التجاوزات الخطيره عدم احترام الاشارات الضوئيه كل هذه الامور هي اسباب عامه تعرفها العام ولكن المديريه العامه للامن الوطني تذهب إلى أبعد من ذلك، الأسباب لابد أن تكون استراتيجية، ولابد أن يكون تنسيق، لا نتكلم فقط عن العنصر البشري، بل السؤال الذي يطرح الجوهري لمواجهة هذه الإشكالية، ما هي المسببات التي تجعل مثلا السائق الجزائري، مثلا الشاب الجزائري يتفنن ويحشق السرعة رغم أنه أنه يعرف بأنها قاتلة، ويعرف بأنها تؤدي إلى ارتكاب مخالفات أخرى، لأن الإفراط السرعة هي أم الخبائث في قانون المرور. تترتب عليها تجاوزات ومخالفات أخرى عندما تكون هناك سرعة يكون هناك عدم معرفة مدلولة الطريق عدم احترام الإشارات الضوئية عدم الوقوف أو الالتزام بالرواق المخصص على مستوى الطرقات عندما نقول مثلا المناورات الخطيرة على مستوى الطريق السريع المناورات الخطيرة تترتب عن الإفراط في السرعة إذا هذه من بين الأسباب إذا نبحث عن المسبب أو السبب الذي يجعل هذه الأسباب تطفو الى السطح اذا هذا ما تراهن عليه المديريه العامه للامن الوطني الاسباب الخفيه والتي لن يعرفها الا المختصين ولن يتسنى ذلك الا من خلال تحليل القراءات الاحصائيه عندما نفكك القراءات الاحصائيه الى جزئيات في بعدها الزماني وبعدها المكاني هنا تظهر تلك الاسباب تظهر الاماكن ربما التي تكثر فيها حوادث المرور والتي نعتبرها نقاط سوداء ونعمل على تذليلها بالتنسيق مع المصالح الاخرى هذه من بين النقاط عندما نتكلم مثلا عن بين الأسباب التي بدأت تطفو الأخير أصبح حتى المشاة يتسببون في حوادث المرور <applause> سواق الدراجات نارية أيضا يتسببون في نسبة كبيرة من حوادث المرور هذه الأرقام كيف نستنتجها نستنتجها عندما نفكك ونحلل القراءات الإحصائية ومن ثم نبحث عن الاستراتيجيات التي تراهن عليها المديرية العامة للأمن الوطني أي نعم نتكلم عن الاستثمار في الرأس. رأس المال البشري ونتكلم عن كل هذه الأمور ولكن هناك إشكالية أخرى مثلا حالة الطريق أيضا ماذا عن المراقبة التقنية للمركبة وأكثر من ذلك وأعمق من ذلك ماذا عن مراقبة الوكالات المعنية بالمراقبة التقنية للمركبة كل هذه الأليات لابد أن تكون هناك استراتيجية ولابد أن يكون هناك ربط ويكون تنسيق في هذا المجال أي نعم نراهن على مواجهة هذه الإشكالية ولكن لا بد أن يكون الاستثمار في العنصر البشري في الطليعة لأننا نت... إذ تكلمنا عن بعض الأليات وبعض الحلول وسلامة الطريق وسلامة المركبة ولكن ضرب من العبث أن نتكلم عن أي تنمية ما لم تكن هناك تنمية بشرية نراهن على هذه النقاط نراهن على إلزامية الاستثمار في الرأس المال البشري والبقية تأتي تباعا إن شاء الله نعم الآن هل في اساليب حديثه واليات حديثه للوقايه من حوادث المرور؟ نعم من بين ابرز واهم الاساليب هي الاستراتيجيه التي تراهن عليها المديريه العامه للامن الوطني. اذا نحن نذهب الى العمق. نبحث عن أن لا تكون هناك حوادث المرور وليس كيف نواجه حوادث المرور نعم. لأن ندائي إلى كل مستعمل طريق من هذا المنبر كل سائق كن حذرا حتى لا تكون رقما من هذه الأرقام التي نتكلم عليها الاستراتيجية التي تراهن عليها المديرية هي مبنية على الثلاثية الرئيسية أولا الإجراءات القبلية الإجراءات الآنية أو الإجراءات البعدية لماذا الإجراءات القبلية وهي ما يعرف بالإجراءات الوقائية الاستباقية نستشرف ونستبق المخاطر ونستشرف النتائج حتى لا تكون هناك حوادث هذا يتجلى من خلال المخططات الأمنية الاستباقية التي تضح المديرية العامة للامن العمومي في كل مره وفي كل مناسبه. نعم ونقصد بها الاجراءات الوقائيه الاولى لتهذيب سلوكات مستعملي نعم. الطريق، لماذا؟ لانها تمس جميع شرائح المجتمع، الاجراءات الوقائيه موجهه للجميع، استباق واستشراف للنتائج حتى لا تكون هناك حوادث مول. وهنا نركز على ثلاث نقاط في هذه العمليات التوعويه والتحسيس، نركز على الشموليه ونركز ايضا على الاستمراريه ونركز على الشراكه مع جميع الاطراف وأخص بالذكر هنا كل الفاعلين في الميدان بما في ذلك وسائل الإعلام لا. مثلا مثل هذه الحصص التي نقدمها هي وخزة تنبيه لأولئك الذين لا يتقيدون بقواعد السلامة المرورية حتى نتفاداها إن شاء الله إذن الإجراءات الوقائية التي هي مبنية على اليقظة الأمنية الاستباقية نركز على الشمولية بمعنى لما يكون هناك حس توعوي وعمل توعوي يكون على المستوى الوطني حتى نمس جميع شرائح المجتمع وحتى نضفي الشمولية على هذه الإجراءات الوقائية أيضا الاستمرارية نعطيها مدة من الزمن أيضا حتى تعطي صدى على المستوى الوطني لتفادي حوادث المرور وأيضا نتمشى مع المتغيرات إذا نحن مثلا مقبلين على موسم الاصطياف نركز على الإفراط السرعة نركز على مستعملي الدراجات النارية نركز أيضا على فئة الشباب حتى نتفادى حوادث المرور نتكلم ونقول بأنه جميل هو عنفوان الشباب لكن دون دون اندفاع نعم ودون دون تهور أيضا. نعم دون تهور في الميدان هاته ما تراهن عليها المديرية العامة للأمن الوطني في هاته النقطة مم. نقطة مهمة ومهمة جدا الإجراءات الوقائية ولكن أيضا نبحث عن بحث الوعي المروري والمسؤولية الذاتية لجميع مستعملي الطريق وهنا نتكلم عن مرافع الذكاء المروري الذي تراهن عليه المديرية العامة للأمن الوطني هذا ما يتعلق بالشق الأول ندعمها أيضا بالاجراءات الميدانيه من خلال أكيد. التواجد الميداني في 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 طرقاتنا وعلى مستوى النقاط السوداء وايضا نراهن على التوزيع العقلاني في الفتره الصباحيه والفتره المسائيه خاصه اوقات الذروه حيث تكثر الزحمه المروريه لانه ايضا اشكال اخر عندما نتكلم عن ظاهره الازدحام المروري هو ايضا من اسباب التي تؤدي الى لا احترام لقواعد صحيح. السلامه المرورية، نبحث عن كل هذه الاليات نخ نخفف الضغط، نستعين بالتكنولوجيات الحديثه على غير حوامات الامن الوطني، تلاحظين بان حوامه الامن الوطني كل صبيحه وكل مساء تطفو الاجواء، لماذا؟ لانها حتى تضبط النقاط التي تكثر فيها حركه المرور والتي يكون فيها تدفق كبير ويكون التنسيق مع قاعه العمليات والوحدات الميدانيه حتى تكون هناك سرعه التدخل. نستعين بوحدات درجات الناريه بما في ذلك دراجات فرق السكوتر لانها سهله التوغل والتنقل ما بين الازقه وما بين النقاط التي تكثر فيها حوادث المرور وايضا نراهن على الاستعانه بالتنسيق مع كل الفاعلين وكل المرور. كل القطاعات وحتى الكفاءات المروريه والتجارب في هذا المجال هذا ما يتعلق بالشق الاول استباقي ثم ميداني اني ثم الاجراءات الاخيره وهي الردعية. الاجراءات الردعيه لاولئك الذين لا يتقيدون بقواعد وضوابط السلامه المروريه اذا تتوقف حريتنا عندما تبدا حريه لا. الاخرين اذا هي مخاطر مروريه ما لم يكن هناك التزام بهذه الضوابط التعدي على القانون نرفع كل المخالفات وتبقى هذه المخالفات ليس تعدي على الحقوق، بل هي وخزه تنبيه لاولئك الذين لا يتقيدون بهذه الضوابط حتى لا نكررها مستقبلا ان شاء الله. نذكر فقط سيدة العميد انه فيما يخص الاجراءات الردعيه مع قانون المرور الجديد تم تكييف بعض المخالفات. نعم في هذا الاطار عندما نتكلم عن تصنيف هذه المخالفات هناك اعاده تصنيف في بعض المخالفات حسب درجتها والدرجه ترتفع ترتفع حسب, حسب شدتها نعم, نعم حسب خطوره المخالفه تترتب عنها مخالفات جزافيه وغرامات في هذا المجال بما فيها بعض الحالات التي تستدعي رخصه السياقه على غرار الافراط في السرعه وتجاوز السرعه القانونيه التي نقول ونؤكد بانها تبقى من الأسباب الرئيسية لحوادث المرور ما يفوق 25% من أسباب حوادث المرور هي الافراط في السرعه والاكثر من ذلك انه الافراط في السرعه ايضا تترتب عليه ارتكاب مخالفات اخرى تبقى من بين الاسباب الرئيسيه لهاته الحوادث، اذا هي استراتيجيه وقائيه انيه بعديه نراهن عليها ان شاء الله حتى نكرس قيم وابعاد السلامه المروريه خصوصا ونحن مقبلين على موسم الاصطياف لانه راح تكون حركه كثيفه وراح يكون تنقل كبير للمواطنين خاصه على مستوى المدن الس الساحليه والمدن التجاريه خلال هذا الموسم بحول الله. طيب سياده العميد ربح زواوي وفي ظل هذه الارقام هل الحملات التوعويه والتحسيسيه تكفي ام لابد من ايجاد سبيل اخر؟ لا نقول الحملات التحسيسيه وحدها تكفي، وإنما هي البوابة، هي لا. من بين الإجراءات الأولى التي تراهن عليها المديرية العامة للأمن الوطني. قلنا نراهن على الشمولية، على الاستمرارية، على التنسيق وعلى نقطة مهمة جدا إشراك كل المختصين وكل المعنيين بحال السلامة المرورية. <applause> أقصد هنا مراكز وأبعاد الحوكمة المرورية كلنا معنيين وكلنا مختصين في هذا المجال نتكلم عن قيم وأبعاد إن صح التعبير تكريس الثقافة المرورية والثقافة المرورية هاته لن تأتي بين عشية وضحاها قبل الثقافة نتكلم عن التكوين قبل التكوين نتكلم عن التعليم قبل التكليم نتكلم عن التربية قبل التربية نتكلم عن أخلاق سلوكات مستعملي الطريق لأن أبناؤنا هم سواق المجتمع هم بذور الحاضر طاقه المستقبل ولذلك نراهن على غرس هذه القيم نعم. في ابنائنا والثقافه المرورية نعم أي... نعم نكرس قيم أبعد السلامه المروريه الانتشار على مستوى المؤسسات التربويه النزول الى الميدان المزوجة بين الدروس النظريه والدروس التطبيقيه حتى نكرس ونكرس ونؤكد هذه المبادئ وهذه القيم المتعلقه بابعاد السلامه المروريه لتهذيب السلوكات وتنظيم علاقتنا على مستوى طرقتنا ونؤكد على نقطة أخرى بأن قانون المرور هو شأنه شأن كل القوانين والضوابط الأخرى. قانون المرور هو شأنه شأن القانون التجاري شأنه شأن القانون البحرى شأنه شأن كل القوانين في المجال لأنه تبقى القاعدة. القانونية هي مجموعة القواعد نعم. التي تنظم سلوكاتنا قبل أن تنظم علاقاتنا إذا القضية وما فيها هي قضية سلوكات كلما كانت سلوكاتنا مهذبة ويكون احترام للقواعد وضوابط السلامة المرورية على مستوى طرقاتنا تصرفاتنا ستكون في الطريق السوي وبقدر ما تكون تصرفاتنا إيجابية سنتفادى حوادث المرور وهنا ندخل في العلاقات وتكون نعم. بعض الأخطاء الضوابط القانونية سواء كانت اجراءات وقائيه او اجراءات ميدانيه او حتى الاجراءات الردعيه تبقى من بين الاليات لمواجهه حوادث المرور ان شاء الله نعم هذه الاشكاليه تحتاج الى تضافر كل الجهود ومع مختلف القطاعات سيده العميد ما هي القطاعات التي تتعاملون معها مباشره فيما يخص هذا الملف شكرا بارك الله فيك هنا نتكلم عن أبعاد الشراكة وأبعاد التنسيق ربما الشراكة موجودة منذ القدم ولكن نؤكد على نقطة مهمة آليات التنسيق مع القطاعات المعنية ولكن متى وكيف وأين يكون هذه الآليات ومع من هذا ما تراهن عليه المديريه العامه للامن الوطني لا نستثني اي احد لتكريس قيام السلامه المروريه الجمعية النشطه في الميدان القطاعات الوزاريه المختصه المدرسه الام لانه نتكلم عن مدارس تعليم السياقه لانها هي الواجهه مدارس تعليم السياقه ان اعددناها اعداد جيد اعددنا مدارس ان شاء الله قابله لان تخرج السواق في المستوى الام في البيت ايضا ان اعددتها اعددت ايضا جيلا في هذا المجال لأن كل ألية سلامه المرورية تبدأ من الصغر مهم جدا أن تكون هناك ثقافة وأخلقت السلوك المروري ثم البقية تأتي تباعا ثم كل القطاعات دون استثناء أي أحد حتى التجارب العلمية والأكاديمية نستعين فيها في هذا الإطار وأبوابنا مفتوحة لكل الباحثين ولكل المختصين ولكل الدكاترة الذين يقدمون خدمات جليلة في هذا الميدان حتى نبحث عن الاليات التي من شانها أن نقلص من حدة نعم. حوادث المرور ونكرس قيم أبعاد السلامة المرورية على مستوى طرقاتنا دون أن ننسى دور الإعلام البارز والمهم جدا في تكريس قيم وأبعاد السلامة المرورية من خلال تقنيات وفعاليات الاتصال الحديث تكنولوجيات المعلومة والاتصال نرقى نرقى نعم نرقى من خلالها إلى التحول من استراتيجية الاتصال إلى استراتيجية العلاقات العامة حتى نخلق جو مفعم من من الثقة والتواصل والتفاعل والتفاعل والتفاهم مع كل الفاعلين لا لشيء سوى لأن نضبط قيم أبعاد السلامة المرورية على مستوى طرقتنا بإذن الله بحول الله سيادة العميد فقط فيما يخص الشراكة هل تستقبلون ربما اقتراحات من قبل الجمعيات الجمعيات أو المجتمع المدني الذي يحارب هذه الإشكالية نعم نعم يكون هناك تفعيل يكون هناك تنسيق وكذا كانت لنا كذا من ملتقيات هناك المركز تب... الوطني للوقايه من حوادث المرور نعم من عبر طرق. نعم المندوبيه الوطنيه الذي لها دور بارز في هذا المجال لتكريس قيم وابعاد السلامه المروريه ننسق مع كل القطاعات انطلاقا من المختصين الامنيين زملائنا في الدرك الوطني في الحمايه المدنيه زملائنا في الاعلام الجمعيات المختصه القطاعات المختصه الفاعلين الشرك مع كل ما من شأنه أن يقدم خدمة لحال السلامة المرورية وتكون هناك ملتقيات وجلسات وحتى تترتب عن هذه وتنبثق عن هذه الدورات وهذه الحملات التحسيسية أو الملتقيات توصية نرفعها للمصالح المختصة للتنسيق مع كل القطاعات لمواجهة هذه الإشكالية نؤكد على سؤالك وهو مهم ومهم جداً مطلوب أكثر من أي وقت مضى التنسيق والارتقاء إلى مرافع الحوكمة المرورية بالتنسيق مع بالتنسيق مع كل القطاعات دون استثناء أي أحد نرقى إلى مرافع الذكاء المروري انطلاقا من قيم اليقظة المرورية. اليات الحمايه والتنسيق ولكن اهم نقطه ماذا عن اليات التاثير في سلوكات مستعملي الطريق من خلال كل هذه الاستراتيجيات ان شاء الله. نعم سياده العميد الرقمنه هي استراتيجيه دوله، كيف يمكن استغلالها في مجال ترشيد السلامه المروريه؟ بارك الله فيك، عندما نتكلم عن الرقمنه او الاداره الالكترونيه المروريه المروريه مهمه ومهمه جدا وهذا ما تراهن عليه المديريه العامه للامن الوطني، في بدايه الطرح قلت يجب ان نتحكم في القراءات الاحصائيه، من هنا تبدا الرقمنه، عندما يكون تحليل هذه القراءات والمراقبه الرقميه والتفاعل مع كل انظمه المعلومات التي تسعى المديريه العامه للامن الوطني إلى تكريسها والتنسيق مع كل الفاعلين في الميدان نحن في زمن تكنولوجيات المعلومات والاتصال عندما تكون هناك المزاوجة بين المعلومة وبين الاتصال هنا بيت القصيد وهنا اليات الرقمنه تنطلق من هنا من خلال رقمنه العمل الامني رقمنه كل ما يتعلق بالاليات الحديثه لمواجهه حوادث المرور نبتعد قدر المستطاع عن كل الدورات الكلاسيكيه ونذهب الى ما يتعلق باليات الرقمنه التحول التكنولوجي ولكن قبل التحول التكنولوجي نتكلم عن التحكم التكنولوجي في كل هذه الاليات نستعين بالتكنولوجيات الرقميه في كل العمليات الم متعلقة باليات المراقبه نتكلم عن تكنولوجيات او تقنيه الهاندي فيو من خلال الاسقاط الجوي لكل اليات الرقمنه والعصرنه على مستوى طرقاتنا نحولها الى المصالح الميدانيه نجمعها على مستوى الوحدات المختصه حتى تكون هناك فعاليه في التنسيق فعاليه في التدخل وايضا نرقى إلى الفعاليه في الميدان لمواجهه واستباق حوادث المرور على مستوى طرقاتنا كل هذه الاجراءات المستنبطه والمنبثقه من التحكم الرقمي التكيف والتحكم في متغيرات المحيط لا ل... لا لشيء سوى لان تكون هناك مراقبه رقميه وانيه وفوريه تساعدنا على التدخل الفعال حتى نقدم خدمه امنيه مروريه ذات جوده شامله ترقى الى مستوى تطلعات مواطنينا موسم الاصطياف سيادة العميد على الأبواب الحركة تزيد حوادث المرور ترتفع أيضا للأسف ونتمنى أن لا ترتفع طبعا ولكن لابد دائما من التقيد بقواعد السلامة المرورية، نصائح تقدمونها من هذا المنبر سيادة العرب. بارك الله فيك، أي نعم نحن مقبلين على موسم الاصطياف وفي هذا الإطار المديرية العامة للأمن الوطني ستتخذ جملة من الإجراءات الأمنية سنتطرق إليها لاحقا بإذن الله، وفي هذا الإطار ندائي إلى كل مستعملي الطريق التقيد بقواعد السلامة المرورية، تنظيم الوقت، إدارة الوقت، احترام كل ما يتعلق بقواعد حركة المرور خاصة على المدن الساحلية والسياحية تجنب التدفق الكبير في أوقات الذروة تنظيم الوقت احترام كل ما يتعلق بضوابط السلامة المرورية وندائي إلى كل مستعمل الطريق إياكم وإياكم من الإفراط في السرعة لأنه ما أطلت السرعة عمرا ولا قصر في الأعمار طول التمهل فإذ كنتم في عجلة من أمركم فتمهلوا وتبقى قنوات الاتصال موضوعة في خدمة المواطن 24 ساعة على 24 وسبعة أيام على سبعة أيام. ذلك ما تراهن وتسعى إليه المديرية العامة للأمن الوطني من خلال عصرنة ورقمنة العمل الأمني حتى تكون هناك حضور دائم من خلال هذه الوسائل الحديثة، الفيسبوك متوفر، الرقم الأخضر، تطبيق الشرطة، كل ما تقدمه من خلال الصوت والصورة الآنية وال المباشره وتبقى آلية اثبات لتكريس ابعاد السلامه المروريه ومواجهه كل ما يتعلق بالاجرام المروري على مستوى طرقاتنا باذن الله. شكرا جزيلا لكم سياده العميد رابح زواوي على كل التفاصيل التي تفضلتم بها حول احصائيات حوادث المرور خلال الثلاثي الاخير وكل النصائح وقواعد السلامه المروريه، شكرا جزيلا. أمان الله. اذا مشاهدينا نذهب الى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال برنامج هذا الصباح. Thank <music> you. مشاهدينا ومن ملف الوقاية من حوادث المرور إلى ملف الصحة حيث سنسلط الضوء اليوم على درجات ضعف النظر عند الأطفال ما هي الأعراض طرق التشخيص وطرق العلاج هذه الأسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عليها وتطرق إليها رفقة ضيف طبيب العيون الدكتور برهان قميحة أهلا وسهلا شكرا على الاستضافة شكرا على تلبية الدعوة دكتورة اليوم حديثنا سيكون عن موضوع يهم كثيرا الاولياء وسنخصصه لهم حتى يتعرفوا على مشاكل النظر لدى ابنائهم ابدا معهم او ابدا معكم عفوا بانواع ضعف النظر لدى الاطفال بون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة لضعف النظر عند الأطفال هو الطفل يولي لا يستطيع لا يستطيع رؤية الأشياء بوضوح سواء بالنسبة لرؤية عن قريب ولا رؤية عن بعد، سواء لا فيزيون دو بخي ولا لا فيزيون دو كاين ضعف هو النظر، ضعف النظر نسبة إلى إلى تكون عارض لمرض آخر. par exemple un glaucome congénital une cataracte congénitale sur izid biha ou kains c'est les vis de la réfraction les vis de la réfraction adna la myopie ou ma yعرف la myopie j'ai c'est la nazar qasr an nazar la myopie c'est l'incapacité le طفل اللي ما يشوفش la vision de loin parce que ya soit l'œil تاعو تكون لي l'œil qui تكون كيفاش نقولوا le diamètre antéropostérieur, antéro postérieur يعني طول العين يكون أطول بالنسبة للعين للعين العادية فالليماج للشُعاع الشعاع هذاك اللي يجي يطيح قبل لا قبل الشبكية <applause> نورمالمون نعم. كيجي شعاع يطيح على الشبكية باش تعطينا الشبكية في ريترونسميسيون للمخ المخ يعطينا اون ايماج اون, اماج اون اماج نورمال اون بالنسبة للاميوبي لاميوبي اه تولي ليماج هذيك تطيح قبل الشبكية فتعطينا اون فلو اه بالنسبة عندنا ضعف عندنا ليبرميتروبي العكس تاع لاميوبي لو تكون عليه c'est qu'on est par rapport à l'œil normal. La longueur, le diamètre antéropostérieur, c'est-à-dire la taille de l'œil, est élevé par rapport à l'œil normal. Et dans cette hypermétropie, c'est la vision de près. Je ne sais pas si vous le voyez, mais par contre, la myopie, c'est la vision. C'est la vision de loin qui s'affiche. Et on a aussi l'astigmatisme. L'astigmatisme, c'est le méridien de l'œil. C'est-à-dire l'œil القرانيه بالنسبه للقرانيه او هذه الشفافه في اعوجاج القرانيه اعوجاج سي با اعوجاج بلوتو نقدر نقولوا لو تيرم اعوجاج او باش تكون كرويه تولي بيضاويه <applause> فتعطينا اون ايماج فلو بارفوا دي دوبلي بارفوا لونفون اي تو يقول لك نشوف زوج سي صح هادو هما الاكثر شيوعا كاين دوطخ لا فاكير يعني يقدر ما يزيدش وكاين دوطخ تاع لادولت مي هادو سي بوكو بلي سي <applause> نعم بالنسبة للنوع الأكثر انتشارا عند الأطفال هنا في الجزائر دكتور النوع الأكثر انتشارا هو لاميوبي بنسبة تقريبا آخر الإحصائيات <applause> بومعناش معناش إحصائيات بخيسيزة عن الجيغي نعم. آخر الإحصائيات العالمية سي بخاس 15% دي زنفان سون ميوب 15% تاع تعالي اسمه يكونوا عندهم هذه ميوبي نعم 15% من 15. الاطفال يعانون من, من قصر النظر هو عدد يمكن اعتباره انه معتبر يعني مقارنه ب يعني الامراض الاخرى او المشاكل الصحيه الاخرى التي تصيب الاطفال طيب دكتور خلينا نتوقف عند الاسباب التي تؤدي الى ضعف النظر لدى الاطفال بالنسبه للاسباب جنرالاً سي لا لونغور كاين لو فاكتور جينيتيك يعني متوارثه ابن عن جد تكون لوي تاعهم الي تكون لوي تاعهم كيفاش نقولوا تكون كبيره بارابول لوي نورمال تلقاهم سي دي ميوب ابن عن جد وكاين لا ميوبي يعني العامل الوثا... الوراثي عفوا يتحكم بشكل كبير في او الاصابه في بضعف النظر لدى الاطفال

ضغط ضغط العين تشوف عينه كبيره احنا عندنا لي يقول لك باللي باللي عينيه شابين تاع لانفون الوغ <مع> كي البريزون ميوبي ولا انغلوكوم ولا هذا هما ما العامل يعني يجب مباشرة الكشف عن هذه الحالة مباشرة بعد الولادة أم يجب الانتظار؟ وي oui, يجب الكشف بيان سور هي با ميو كو باسكو علاش لوسكون ديتاكت لو بروبليم افون Toutes les la prise en charge avant, elles n'ont pas complications. Pour éviter les complications, pour éviter les mode. il n'y a pas mieux. À l'âge de 4 ans, il ont pu نقدر آه... نديكوفريوها يعني عند الطفل سي سي باسكو علاش الطفل عنده خاصيه الطفل جامي يقول لك انا ما نشوفش نعم دونك لازم الوالدين هنا ياتي دور الوالدين ياتي دور المعلمه في في في, المدرسه دور دور لونتوراج باسكو الطفل جامي يقول لك انا ما نشوفش يقدروا يديكوفريوه كيفاش الاعراض جينيرالمون يا سوا تشوف الطفل اللي قارب التلفزيون لأن باللي باسكو قبل التطرق الى الاعراض دكتور خلينا نبقى في الاسباب هل الاصابه بالتهاب العينين يمكن ان يؤدي بضعف النظر لدى الاطفال التهاب العينين سي فوفو لا نو نو باسكو جينيرالمون الاسباب ما عندناش اسباب بزاف الاسباب هي كبيره

عند كسر الشعاع الشعاع يتكسر باسكو عندنا القرانيه هي اللي تكسر لك الشعاع باسكو جايه القرانيه تاع العين مهم. وعدسه العين لو كريستال يكسروا لك هذه الاشعه اللي لو غيون ليمينو يحطوه قبل لا غيتين دونك يا سوا تكون القرانيه الي تخو كومبري شغل لو تكون الي تخو بويسون لا بويسونس تاعو هذيك تولي الشعاع تحطو قبل لا غيتين هادو هما يعني ما نعم. اسباب دكتور في بعض الاحيان نقول لابنائنا يعني لا تقتربوا من اجهزه الكمبيوتر من الهواتف النقاله من التلفزيون لان ذلك يؤدي الى ضعف النظر يعني على مدى متوسط او بعيد هل هذا يدخل ايضا ضمن الاسباب التي تؤدي لضعف النظر عند الاطفال هما دراسات بيان فون جوسكا 2015 2016 ما كانتش يعني يعني تثبت يعني حاجه علميه ملموسه تثبت هذه النظريه باسكو الناس كاين بزاف اللي يحوسوا يقولوا لهك للطفل عينيك مرضوا ما كانتش كاينه ابخي كاينه اون 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 اتيود إن إن تاع لي زيطاليان يعني فيه تعليل دراسه يعني فيه دراسه اه يحوسوا يطوروا في هذه مازال ما خرجتش الدراسه باسكو اون كور سورتو باسكو دراسه تاثرت بالمرض الكوفيد 19 100 دراسه اونكور يعني بصح بيان افون جوكا 2000 اخر دراسات 2015 اللي داروها ما ثبتوش تب... باللي عفسة علميه تثبت هذه النظريه طيب فيما يخص الاعراض دكتور كيف يمكن للاولياء ان يكتشفوا ان ابنائهم يعانون من ضعف النظر أه بالنسبه للاعراض الاعراض كما قلت لك عند لونفون لونفون جامي يقول لك انا ما نشوفش دونك دونك سي دور ال... يعني عدد الاولياء مراقبه ابنائهم مراقبه وي باسكو علاش مام الاولياء المراقبه م... باسكو كيبان لك باللي الطفل بالك, بالك ما ما تديهاش فيها ما تديكوفريش باللي فريمون يل فوا با ولا كاين سوا يقرب التلفزيون سوا بالنسبه للقريب ولا الكتيبه تاعو كيبدا فلاش تاع الكتيبه يكتب لك اون ماكرو اكريتور الكتيبه يكتبها لك كبيره بور لي بارميتروبي تشوفها كبيره دي فوا لا فيزيون دو لوا ما يقدرش يديفيرونسي باغ اكزومبل بالاحرف الفرنسيه بين باغ اكزومبل لو ان لو اش لو اف و لو او مثلا يديكوفريها كاين اللي ما يقدرش ما تشوف جاف نتاعو يطيح سورتو سورتو كي كون صغير الجفن نتاعو يبدا اه يطيح سورتو الحول سيرتو عند لونفون ايتو شغل تالمو اي كومود سي ان سترابيزم اكوموداتيف لانه الكور تاعو يحوس يتداع هذاك ضعف ضعف البصر فتالمون لا فاتيك فيزيوال تالمو يعيا وعينه يولي اكومودي تحوال عينيه يتوشا والحاول كاين كاين اللي يديروا دي, دي شالازيون ا ريبيتيسيون او ما يسمى شعيره في العين شعيره في العين لأنو لا مامون تجيك تقول لك شعيره تشوفها شعيره تمدلو دوا دواء ابخي 20 جور يعاود يقول لك راحت وعاود زدت ولات الوغ كيا ان تروبل دو لا ريفراكسيون ا كوتي ما يعني, يعني هي شنو. عرض من اعراض عرض من اعراض نقص النظر او ضعف النظر لدى ريبيتيسيون لي شالازيون ا ريبيتيسيون و بوكو بلوس تديكوفرا في لا بيريود دي زيكزام يديروا لهم شعير تعود عنده تالمون لا فاتيك فيزيوال والطفل يقرا يتعب يديروا له هادو كاين كاين يبعثه لك الطبيب تاع الطب المدرسي يعني الطفل يشوف كاين عرض نتائج الطفل بالنسبه للاطفال المتمدرسين باسكو الطفل كما قلنا ما يقولكش انا ما أنا, أنا ما مانيش نشوف حتى أنه س... نفسه هو ما يعرفش أنه مصاب بضعف النظر ما يعرفش, يعرفش. لأنه الطفل الطفل لي ديفيسيل ميم لاكوبيراسيون تاعو يعني التعاون تاعو كي يعني كطبيب عيون أنا لاكوبيراسيون تاعو تكون ضعيفة الطفل توري له الطابلو تقول له وشنو هذه ديجا سي لاكونسونتراسيون ما يكونسونتريش سي ديفيسيل الطفل باش دير له ان اي سي ديفيسيل دوك دوك سافا كاين تطورت كاين دي دي ريفراكتور مات جهاز قياس النظر بالنسبه للاطفال سافا بصح الطفل سي ديفيسيل باسكو يل بوج دونك سي ديفيسيل لا دياغنوستيكي اي سي ديفيسيل لا تريتي حتى فيما يخص الاعراض uhm, دكتور ربما ايضا تظهر الاعراض على شكل الام في الراس متكرره وي oui, فوالا oui voilà.

الطفل يعيا هو باسكو الكور تاعو يحوس يتداك بلا ما تعرف سي بور سا كي نديرو تشخيص عند الطفل جينيرالمون نحطولو دي غوت سو سكي ياكل نعاودو له لا ريفراكسيون سو سكي ياكل يعني اون مي اون روبو لوي يعني نحطو في راحة العين باسكو دي فوا كي يجيك الطفل طفل او لا حتى نقولوا باسكو حتى 15 سنه يعتبر طفل تقول له شوف لي هذه هو يشوف لك ايتو بصح يشوف لك سي باغ اكوموداسيون يعني بالتعب هذاك <applause> العين زيد الفئة ان افور دو بلوس و سي فري يل فوا بصح يعيا سي بور سا اون مي دي دي غوت سو سكي اكول هذا واحد نوع من من القطارات العين نديروهم باش نحطو اون روبو للعين ونشوفوه تما اون ديكوفر بحال <متحدث> فوا اون ديكوفر با في هاد سبور صافي التشخيص تاعو قلت لك عند الطفل عنده عنده خاصيه بارابور ل بارابور للكبار عنده يقدر يكون صداع شعيره تقدر لو يروج ا ريبيتيسيون <متحدث> تحمر عينيه <متحدث> دي فوا دي فوا يقول لك يحمروا عينيه دونك هذا هما الاعراض جينيرالمون نعم نركز فقط دكتور على نقطة مهمة وهي ضرورة زيارة طبيب العيون والتشخيص عند الطبيب لمعرفة إذا كان الطفل مصاب بضعف النظر أو لا فوالا نورمالمون لي بارون لي بارون نورمالمون أو موان أو موان أ لاج دو دو زون في عامين يديوها عند طبيب العيون Parce que surtout le fil qui est à l'âge de 2 ans impossible de euh, impossible au moins les il déroule la la réflexion à l'âge. Quel main traiter traite bien avant sur les complications surtout les complications mm -hmm. l'ombiliopehades au ou moment de le parce que qui a de hadith, le qui est il a dit ولا سورتو سورتو كيعاودوا لي دوزيام كيف كيف يعني عينو لا ولا دغوات ما تكونش عندها تاع لا دروات تشوف مليح تاع لا غوش ما تشوفش مليح لانه المخ المخ واش يركز ولا يركز على اللي تشوف مليح نعم ويهمل هذيك كي يهملها تولي كسوله لانه المخ ولا ما يعطيش عليها مه. كسولة تقصد بها دكتور أنها يعني آه ما تشوفش مليح أو أنها كسولة يعني آه الحركات العين لا تكون طبيعية لا لا كسولة قصدي ما تشوفش مليح سيلون بليوبي مه. سي لوي فينيون ما معروف عند المجتمع سي سي لوي فينيون دونك لوي هذيك كانت قادره تتكوريجا شغل تحط لها نواضر جوست لوي هذيك اللي ما تشوفش بها مليح تحط لها نواضر البروبليم يغيغلي مي باغ كونت كي تولي اومليوب مع الوقت تالمون لا الشبكيه ال غوسوا با لي سيمولاسيون باسكو ليماج طيح قبل لا كيما قلنا تولي يولي المخ ما يغوسيفيش عليها يولي كونسونتري على لوتخوي دونك تولي فنيانه تولي من بعدها ميم سي مامس يدير له النظارات ما يطلعش يعني يشوف عندي زيام واحدة على عشرة كتدير له النظارات ما يطلعلكش لانه لو يتعولت في نيانا بعد تولي بلا ريدوكسيون ولي, ولي دي فوا العين المليحه ونخليو المخ المخ تولي سي لا ريدوكسيون نخليو المخ يفوكاليزي سور لو اللي, اللي كانت في نيانا باش نسيي ونتداركو عند لونفون سي ديفيسيل ا اون طيب بالنسبه للفحوصات الضروريه كنت تحدثت واشرت انه فيها قطرات للعين بالنسبه للطفل هل في فحوصات اخرى تجرى لمعرفه يعني نوع قصر او نوع ضعف النظر لدى الطفل بالنسبه للنوع عندنا واحد الجهاز لوطو ريفراكتور مات هذا هو اللي يحدد لك يعني تحط لونفون عند لي زادولت ولا عند لونفون لونفون سي جينيرالمون نعم. سي ولا بورتابل هكذا شغل الي بورتاتيف ديراكتومون تحط له النظر عند لي زادولت باينه سي جهاز اوتو هو اللي يعطيك النوع تاع النوع تاع الوثمو والدرجه تاعو اسك نعم في حالة إهمال الأعراض من طرف الأولياء هل يمكن أن تحدث مضاعفات لدى الطفل؟ وي بيان سور والمضاعفه يعني عند الطفل سي لومبليوبي لومبليوبي او العين الكسوله هذه سي انا بيرسونيلمون نخاف من اليوم لومبليوبي باسكو علاش عند لافو سي سي ديفيسيل ا راتراپي هاد لومبليوبي باسكو تولي لك العين كسوله المخ ما يمدش عليها تولي <applause> تولي سي ديفيسيل ا راتراپي و جينيرالمون ما, ما يطلعش بزاف يولي الاج لاج دادولت وحده يشوف بها 10 على 10 وحده وحده على 10 بالنسبه للمضاعفات كاين ثاني ديكول مود لا ريتين باسكو كيعود لوي تاعو لوي تاعو طويله يولي الشبكه تاعو تجي سهله باش يتقطع <applause> دونك تتقطع الشبكيه ومن بعد يولي تا... تا... عمليه جراحيه متطلبه عند عند هذا الطفل جينيرالمون كاين لا كاتاراكت او اعتام عدسه العين يقدر يديفلوبيها ابارتيغ لانه لانه الكريستالان تاعو يكون شويه التغير بروتينات تاع الكريستالان تاع عدسه العين اللي راح يدير لك كاتاراكت بريكوس يعني عند الناس اللي نورمال كانت لاج دو 65 في 65 سنه تولي تجيها لاج دو 50 عم. يعني المضاعفات تاعو تجيه بلو mm -hmm. كاين بالنسبه كاين ثاني لي ايفولوتيف باسكو جينيرالمون لي بارون يقول لك درت ابخي ابخي يقول لك لازم ولا يشوف باسكو العين تكبر سبوك سا لازم اشاك فوا لازم نبدلهم باسكو <سؤال> ####كل ستة أشهر آه. نعم مصابين... كل مصابية. ستة أشهر عام تخوا موا سا ديبون نمو تاع الطفل سا ديبون نمو تاع الطفل آه جينيرالمون هادو هما المضاعفات لكلوكوم كرونيك أو ما يسمى ب# أو ما يسمى بضغط العين أن العين تكون بالنسبة ل# النوع الاخر بارابور لا ميوبي لي بيرميتروبي تكون لو قصيره تعود لو قصيره تجي لا شامبر اونتيريور ما يسمى بالقرانية والجزء الملون بين من, من العين بيناتهم هادو تتغلق او ما يسمى بلا كريس دو جي شغل ضغط ضغط العين بروتالمون سي سا هادو هما جينيرالمون بور لي اللي... نعم طيب نصل الان دكتور الى العلاج واهميه العلاج بون بالنسبة للعلاج هو نظارات علاجية أو ما يعرف بنظارات سورتو نظارات صحيحة الرؤية لأنه حنا واش نديرو نصحو الرؤية ينحي النظارات يعاود يولي كيما كان دونك نظارات صحيحة الرؤية آه عند يعني آه يعني استعمال النظارات مع المتابعة الدورية عند طبيب العيون وي فوالا شاك سي شاك تخوا موا شاك سا ديبون بصح اون فوا يعود له النظارات يعني والنظارات لازم نظارات طبيه عند سيرتو عند الاطفال عند ان اوبتيسيان يعني يدير نظارات مليحه نظارات تكون تكون الكوفر لوي كامل ماشي تكون شويه نظارات تو باسكو عند لونفون سي, سي ديفيسيل داكسبتي النظارات باش باش ديروا سبور يدخل دور الام تعاونوا دور الطبيب دور الاستاذه لانه كاين حالات تسرب مدرسي على جال النظارات لانه يروح يدير نظارات هذوك الكبيره كاين اللي يديروا له تنمر في له تنمر في الوسموت ولي ت... يولي يصرى ما يلبس النظارات يولي وعينيه يديروا يصرى تسرب مدرسي عندها دي ريبارتيسيون سوسيال بزاف

دونك لونفون euh, يقدر شويه ولا يقدر يهمل بالك euh, موسم الاصطياف يروح رحلة بحريته اون عمي بلي زانفيكسيون اي تو اكسيتيرا طيب في حاله العلاج هل يمكن ان يتحسن نظر الطفل؟ بيان سور وي بون لازم ما هي النسبه ربما النوع الاكثر يعني euh, يعني تاقلما مع العلاج لو كان ديتاكتي لو بروبلام بيان افون العلاج سي بريسك 100% الطفل يجي كيشوف واحدة على عشرة بالنظارات يولي 10 عشرة على 10 عشرة. سي سي توتالمون بصح لو كان ديكوفريو سي بور سا اهميه التشخيص بيان افون نعم. امهات لازم يشوفوا لو كان يشخصوا بيان افون الوسمه راح تكون 10 على 10 طيب كيف يمكن الوقايه وتعزيز صحه عيون الاطفال؟ الوقايه هي كي كي نتكلموا على العين يعني نتكلموا على جوهره س... العين العين عفوا هي جوهره وهي مرآة الجسم دونك دونك لازم هادي سي لازم لازم لو رول تاع المجتمع ككل لازم الو... المحيط عفوا لازم الوالدين الوالدين لازم يديكوفري ويشوفوا يراقبوا مليح الطفل تاعهم لازم الاستاذه في المدرسه تشوف كي يعودوا عندك علامات تشوف علاش الطفل هذا ماهوش علاش العلامات تاعو علاش العلامات تاعو سيرتو اللي يريحوا في الاطفال اللي يريحوا في الخلف ويه دونك <applause> لازم يديكوفريو هذا او موا كي يشوف هكذا ولا علامات يشوفوا يبعثوا عند طبيب العيون يعني هما ما خاسرين والو يبعثوا جوست عند طبيب العيون طبيب العيون دونك هو اللي الفي لو ديغنوستيك يدير له نظارات سي 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 او سي بون بروبليم دونك في هذا سي بيغمون وقائي اجراء بيغمون وقائي وكل ما ديكوفريها بيان افون كل ما مت... كل من كل ما تعاوننا في نعم فيما يخص التغذيه الصحيه هي ايضا اعتقد انها ضروريه للوقايه من ضعف النظر لدى الاطفال خاصه يعني التركيز على بعض العناصر الغذائيه المهمه مثل الجزر وغيرها وي سي الجزر باسكو يل دي فيتامين <applause> دي فيتامين ا الفيتامين ا داخل في تركيبه داخل في تركيبه العين يتسمى العين البوزوان بلوس دو فيتامين ا باش باش ديرلو بيان سور لازم بيان ايدغاتاسيون باش ما ينشفوش عينيه نعم باسكو يعني يشرب كميات كافيه كميات من المياه كبيرة مهمه كبيرة جدا المياه. خاصه بالنسبه للاطفال الذين يعانون من ضعف النظر باسكو بسك... باسكو ثاني ما الدموع دومو هذاك لو فيلم لاكريما اللي جاي على العين هذاك اللي, اللي على الايطال هذاك داخل ثاني في لا ريفراكسيون بيان سور طيب نصائح وارشادات من هذا المنبر تقدمونها لكل الاولياء أه بالنسبه للاولياء اول واسمو نقول لهم لازم يراقبوا الطفل <applause> كي تشوفوا قرب في التلفزيون مع مع عندها مع... وما يشوف صحيح أه كي يشوفوا جفنه طايح ولا حاول ولا ولا صداع جد مودي سي عند لونفون كيف كيف طبيب العيون إذا كان إذا كان المشاهد يقدر يلاطراب اون كونكلوزيون من هذا الاسمو سي يدي يحاولوا اوموا اوموا ولا أوما، مهما كان لا يوجد شيء. إذا وجدت مشكلة في العيون، surtout في سن الطفولة، عندما يكون عمر الطفل بين 2 و6 سنوات، يجب أن نقوم <ainways> بإجراء فحص عيونه في سن 2 سنوات أو 6 سنوات، ونقوم بإجراء فحص عيونه في سن 2 سنوات أو 6 سنوات. نذكر دائماً بضرورة الوقاية والتشخيص والمتابعة الدورية عند طبيب العيون بالنسبة للأطفال خاصة <kissessa> حتى لا تحدث مضاعفات عند الكبار.

كاين اللي ما ديكوفراوش كاين حتى الاج دو 40 طون يوصل الاج دو 40 طون مازال ما ديكوفراش جينيرالمون هما وين يتداركوها هذيك كيروحوا كيوصلوا على لاج دو 18 طون 19 طون كيجي يدير لو بيرمي دو كوندوي لو بيرمي دو كوندوي تجي دير له الوسم تاعو تشوفوا بلي ما يشوفش عينه الوغ كو ما فقط نقطة أخيرة دكتور ونحن في فصل الربيع هل ممكن أن يتعرض الطفل أيضا لحساسية الربيع على مستوى العيون؟ بيان سور حساسية sûr. موسمية

دونك <تسجيل> الطفل جينيرالمو يقول لك سي مانيفيست باغ ان اوي روج يعني عينه تحمر وتوجعه ويقول لك سونساسيون دو صاب اللي يحس وكانه رمل في عينيه نعم وكانه رمل في عينيه ويحك بزاف عينيه دونك اي سوفي باك بور لابريفنيغ يروح عند طبيب العيون طبيب العيون يدير له جوست جوست دي غوت نعم. واكيد ان الوقايه تبقى خير من العلاج شكرا جزيلا لكم دكتور برهان قبيحه انتم طبيب عيون شكرا اذا مشاهدينا نذهب مباشره الى غرفه الاخبار لمتابعه موجز لأهم الانباء ثم نعود لاستكمال برنامج هذا الصباح أهلا بكم مشاهدينا من جديد متواصلون معكم إلى غاية تمام الحادي عشر صباحا في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات حديثنا اليوم سيكون حول واقع واستراتيجية القطاع وتفاصيل الحملة الوطنية لاستزراع الأقفاص العائمة في البحر وإنتاج تربية المائيات والتحفيزات المقدمة من طرف الدولة الجزائرية لإثراء النقاش حول هذا الموضوع يحضر معنا مدير الصيد البحري لولاية بومرداس سيد شريف قادري أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومرحبا شكرا على تلبية الدعوة أبدأ معكم سيد قادري بقدرات وواقع الصيد البحري على مستوى ولاية بومرداس شكرا جزيلا إذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صباح الخير للجميع المشاهدين الكرام قطاع الصيد البحري في البداية أنه قطاع يعني توليه الدولة أهمية كبيرة خاصة ما تعلق بتحقيق الأمن الغذائي بحكم أنه يساهم في خلق مناصب الشغل خلق الثروة لهذا أعطته الدولة عناية كبيرة وكعينة ولاية بومرداس بين ولايات رائدة في هذا المجال التي تحصي كقدرات ثلاث موانئ اللي هي ميناء دلس، ميناء جنات، وميناء زموري البحري، بالاضافه الى مواقع طبيعيه اخرى أه، تقريبا تسع مواقع نسموها احنا شواطئ الرسو، او ملاجئ الصيد التي ينشط بها كثير من الصيادين، اصحاب القوارب الصغيره، او الصيد الحرفي التقليدي كما نسميه. هذا كله تقريبا يوفر اسطول صيد بحري، يتجاوز 650 وحدة صيد أو سفينة صيد بمختلف الأحجام، مم. بداية من مهن الصغيرة إلى سرديني شالوتي وحتى سفن طونا مؤخراً. مم. هذا كله يشغل يد عاملة مؤهلة مسجلين بحريين يتجاوز 6500 مسجل بحري بمختلف الأصناف، من بحري إلى ميكانيكي إلى ربان سفينة آه هذا وميكانيكي وغيره. يوفر انتاج سنوي معدل انتاج سنوي يعني بين 7800 او 8000 طن سنويا من منتجات الصيد البحري إضافة إلى هذا القدرات التي تزخر بها الولاية في مجال تربية المائيات بحكم امتداد الشريط الساحل للولاية تحصي عديد المشاريع التي دخلت في الإنتاج حيز الاستغلال مشاريع لتربية الاسماك في الاقفاص العائمه بالاضافه الى استغلال المسطحات المائيه السدود واحواض السقي لدى الفلاحين من اجل ادماج تربيه المائيات والصيد القاري نعم، إذا قدرات إنتاج هائلة بالنسبة لولاية بومرداس، قبل أيام كانت قد انطلقت الحملة الوطنية نعم. لاستزراع الأقفاص العائمة في البحر، هل من تفاصيل سيد قادري حول سير هذه العملية على مستوى ولاية بومرداس؟ فعلاً. هو إذا كان سمحتي لي في البداية فقط حبيت نذكر أن شعبة تربية المائيات التي وضعتها الدولة مهم. متمثلة في قطاع الصيد البحري كشعبة استراتيجية لتحقيق التوازن والاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالأسماك بصفة عامة بحكم أن تربية المائيات حاليا على المستوى العالمي تقريبا ثلثي الإنتاج العالمي يأتي من تربية المائيات نعم. ولهذا نلاحظ أنه تقريبا في كل مجلس المجلس الوزراء يكون فيه الحث على الاهتمام بهذه الدعبة الشعبة والدعم المطلق لها وللمستثمرين في هذا المجال فالدولة اتجهت هذا الاتجاه لتنمية تربية المائيات خاصة في الأقفاص العائمة بالإضافة إلى تربية المائيات طبعا في المناطق الداخلية خاصة سمك البلطي الذي نتحكم فيه مئة في الآن كل المدخلات إذا جينا للأقفاص العائمة لماذا انطلاق حمله الاستزراع في هذه الفتره بالذات؟ لانه عاده هذه الفتره فتره الربيع اللي تعتبر هي فتره تكاثر الاسماك بصفه عامه. <applause> ثانيا انه تعتبر الفتره المثلى لاستزراع الاسماك داخل الاقفاص، يعني المشاهد الكريم باش مليح، هذه اقفاص مثبته داخل البحر. حاليا اذا كان جينا على سبيل المثال يعني نعطيك ارقام وطنيه وفي نفس الوقت كعينه بومرداس. <applause> إذا جينا لسنة 2022 كان فيه تنصيب 68 قفص عائم الأقفاص العائمة هذه على المستوى الوطني على المستوى الوطني قفص. تقريبا كاين 11 مزرعة <applause> على المستوى الوطني اللي دخلت حيث الاستغلال هذه الأقفاص قطرها تقريبا ب 25 حتى 30 متر وفيها شبكة تنزل تقريبا 15 متر <applause> القفص الواحد يقدر يعطينا من بعد إنتاج بين 80 حتى 100 طن على سبيل المثال سنة 2022 تم استزراع ما يقارب 19 مليون وحدة من صغار السمك خاصة لدوراد لودمار إلى دوراد هي الأنواع السمكية الاستراتيجية المتحكم بالنسبة لهذه هذه الاستراتيجية خاصة م. سمك الدوراد نعم. هذه 19 مليون تم استزراعها على المستوى 68 قفص على المستوى الوطني هذه بالنسبه لحملة استزراع 2022 مما حقق يعني انتاج لحد الان نقدر نقول رانا في ما يقارب يعني اكثر من ألف طن من هذه الاسماك. على المستوى الوطني؟ على المستوى دائما. الوطني كأين ولايه بومرداس عندنا حاليا اربع مزارع لتربيه المائيات التي دخلت حيز الاستغلال بحيث استزرعت بالنسبة لسنة 2022 أكثر من 5 ملايين وحدة من صغار السمك لا. فيه مزرعتين تم تسويق الإنتاج تاعهم وكانوا طلب موجودة لهم خاصة في شهر رمضان الكريم بالإضافة إلى مزرعتين بمنطقة جنات اللي رايحين يدخلوا مرحلة التسويق هذه الأيام إن شاء الله نقدر نقول بإنتاج بين المزرعتين يقدر يوصل ويتجاوز يقدر يوصل حتى ل 1300 طن هذا هذا الموسم. مم. الان رايحين ننطلقوا في مرحله الاستزراع، لماذا هذه المرحله؟ اولا تمتاز ببدايه تحسن الظروف المناخيه. مم. مم. ثانيا تبدا درجه الحراره تعتدل، يعني درجه الحراره المثلى اللي هي 25 درجه واللي هذه درجه الحراره تعطي الفرصه للاسماك الصغيره انها تنمو وتطلب الاغذيه الاكل. يعني لما نستزرعوها في الاحواض في فتره الربيع ندول الربيع يعني بدايها من شهر ماي، نعم. جوان جوي اوت سبتمبر حتى اكتوبر تقريبا نوفمبر وحنا نديروا الاستزراع. نعم. هذه المرحله تكبر الاسماك وتقدر تتجاوز المئة غرام، حنا نستزرعوها بحجم نتاع 10 11 غرام السمكه. يعني تتضاعف بعشره اضعاف. اي نعم. توصل حتى تتجاوز ال غرام نعم. لما تتجاوز 100 غرام تدخل عليها فتره الشتاء فتره التقلبات الجويه مه. اللي يبرد فيها الماء ولما يبرد الماء الاسماك تنقص من الاكل ما تاكلش بزاف وبالتالي تعطيها نقدر نقول مقاومه لظروف المناخيه داخل البحر انها تجتاز فتره الشتاء في احسن الظروف مه. ومن بعد بمجرد انطلاق الموسم القادم تزيد تواصل النمو تاعها بحيث يقدر توصل الحجم التجاري تاعها بمجرد 14 15 شهر تقدر تدخل مرحله التسويق نعم والاستثمار في هذه الشعبه شعبه تربيه المائيات اكيد انه ينعكس على القدره الشرائيه للمواطن وعلى الاسعار ايضا بطبيعه الحال احنا الان دوله متمثله في وزاره الصيد البحري ومنتجات الصيديه تشجع وتوجه النداء للمستثمرين اللي عندهم رؤوس اموال ان يتجهوا لهذا الشعبه وهذا الاستثمار لما له من اهميه كما قلت في توفير هذا المنتوج في السوق ولاحظنا مثلا سمك الدوراد اللي م. كان قبل يوصل سعرته حتى ل 160 الف 1600 دينار يعني سوق حتى ب 1000 دينار 1000 دينار, نعم. ألف دينار يعني نعم. وشفنا و... خلال رمضان يعني نعم. كان مباشره من المنتج من إلى المنتج الى المستهلك, المستهلك. نعم, نعم. وهذه المبادرات يعني تخلي حتى انه ولهذا فيه على سبيل المثال البارحه فقط كان السيد وزير الصيد البحر ومنتجات الصيديه نظم لقاء مع منتجي تربيه المائيات على مستوى الوزاره للنظر في مشاكل هذه الشعبه واهم الاقتراحات التي يمكن ان تكون من اجل الرقي والذهاب بعيدا بهذه الشعبه لكي ترقى ان تكون يعني مكمل للمنتجات الصيديه وتوفر هذا المنتوج للمواطن باسعار معقوله تكون في متناول المستهلك. ما هي مخرجات هذا الاجتماع الذي عقد سيد قادري؟ والله من بين مخرجات هذا هذا اللقاء اللي كان اول حاجه هي طرح الـ الانشغالات نتاع المهنيين خاصه ما تعلق بتوفير العقار داخل الموانئ على اليابسه لانه في البحر ما كاش مشكل نقدروا يعني توفير المساحه لتثبيت الاقفاص. ولكن يبقى الاشكال دائما على مستوى اليابسه توفير العقار خاصه داخل الموانئ وب امور يعني تبسيط تبسيط وتسهيل الاجراءات ما يكونش في حتى انه العقود ولا دفتر الشروط يكون غير محدود ما يكونش محدد الفتره لانه هذا استثمار دائم نعم، بعيد المدى ايضا بعيد المدى بالاضافه الى انه فيه طرحه بين الانشغالات هي قضيه التمويل والرهن ايضا وسهوله يعني الوصول الى القروض في هذا المجال بالإضافة إلى طرح إشكال الأغذية دونك زالفان أنه الوزارة متجهة إلى البحث عن مستثمرين من أجل إنشاء مصانع محليا لتصنيع الغذاء محليا بالإضافة إلى إنجاز مفارخ ديزيكلوزري لتفريخ الأسماك محليا لأنه حاليا تقريبا كل ما يتعلق بالأغذية ولا صغار السمك الموجهه لتربيه المائيات في البحر يتم استيرادها 100% وتدينا تقريبا 60 حتى 70% من الاستثمار الكلي م. للمشروع ولهذا لا. دوله من بين اولوياتها القطاع والإنتاج المحلي طبعا لابد ان يكون فيه وحدات لصناعه الاغذيه ومفارخ لتفريخ المحلي للاسماك بالاضافه الى انشغالات اخرى من حيث أن التكتل يعني حث السيد الوزير المستثمرين أنهم يتكتلوا في شكل جمعيات وتعاونيات من أجل يعني أنه يكون فيه تنظيم هذا النشاط أكثر فأكثر بالنسبة للتحكم في المدخلات السيد قدري نعم. هل تم طرح يعني فكرة مشروع من أجل يعني إنتاج الإنتاج المحلي للأغذية طبعاً. طبعاً. وغيرها طبعا هو شوفي بالنسبة مثلا نعطيك كمثال ولاية بومرداس بالنسبه لتصنيع الاغذيه الموجهه لتربيه الاسماك المياه العذبه نعم. موجود عندنا وحدتين على مستوى الولايه مهم. اللي توفر هذا المنتوج بالاضافه الى ولايات اخرى كثير من الولايات مثلا في وساره في سيدي بالعباس مؤخرا في خنشله في غيره فيه وحدات لتصنيع هذا الغذاء محليا ويتحكم فيه واعطى نتائج جد ايجابيه يبقى الان بالنسبه للاغذيه الموجهه لتربيه الاسماك في البحر هذا الآن فيه على سبيل المثال بوماداس عندنا منطقة نشاطات فيه عندنا مشروعين إن شاء الله رح ينطلقوا في تصنيع هذا الغذاء بالإضافة إلى ولاية أخرى مثل مثلا تلمسان، تموشنت وغيره اللي تمشي في هذا الإطار من أجل توفير الغذاء محلياً باش يكون فيه توسيع هذا النشاط اكثر فاكثر. نعم اذا سيد قادري تنميه هذه الشعبه هي اراده سياسيه، هنا لابد من تسليط ضوء على جمله التحفيزات المقدمه للمستثمرين من طرف الدوله الجزائريه. هي الدوله اعطت بعض التحفيزات خاصه من خلال قانون الماليه 2022 تم تخفيض الضريبه لا من 19% الى 9% المية، نعم. وهذا شيء ايجابي جدا بالاضافه الى تسهيلات اخرى خاصه الرسوم الضريبيه في حاله استيراد الغذاء وصغار السمك سمك. فيه تحفيزات سواء ضريبيه او جمركيه من اجل تسهيل العمليه وايضا حتى تبسيط الاجراءات انهم يكونوا عن طريق الرواق الاخضر من اجل يعني الوصول في اقرب وقت معين هذه بالنسبه للتحفيزات بالاضافه الى قانون الماليه 2023 اللي زاد نص صراحه ان التعاونيات اللي في مجال الصيد البحري وتربيه المائيات معفاه من الضريبه على الارباح وهذا شيء ايجابي يشجع المستثمرين اكثر ولكن تبقى فيه اقتراحات اخرى من اجل انه كما قلت نروحوا بعيد بهذه الشعبه فيه دراسه بعض الاقتراحات اخرى من اجل مرافقه هؤلاء المربين ولا المستثمرين في مجال تربية المائيات من ناحية مثلا تدعيم اقتناء صغار السمك من ناحية حتى تدعيم المنتوج في حالة تحقيق منتوج. وغيره هذا كله راح يخلينا كما قلنا أننا نحاول كيفاش يكون هذا الإجراءات بالإضافة إلى أنه راح يكون فيه لقاء إن شاء الله مع مختلف البنوك والشركات التأمين اللي راح يكونوا من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات كما قلت الحصول على القروض بالإضافة إلى تأمين هذا المنتوج لماذا لأنه مدم في عرض البحر يعني معرض لكثير من الأخطار ولابد من أنه يكون في تأمين يعني بصفة شاملة. طيب فيما يخص هذه الشعبه شعبه تربيه المائيات على المستوى الوطني، نعم. هل يمكن وضعنا في الصوره فيما يخص يعني عددها عدد الولايات ايضا التي يعني تعتمد او هذه التجربه فيما يخص دائما تربيه المائيات. فعلا شوفي من بين ال 14 ولايه ساحليه قلت السنه الماضيه تقريبا وصلنا حتى ال 11 ولايه نعم اللي انطلقت فيها فعليا تربيه المائيات في الاقفاص العائمة. <applause> بقونا ثلاث ولايات هذو خلال هذا السنة إن شاء الله 2023 راح يلتحقوا وبالتالي راح يكون نشاط تربيه المائيات على طول الساحل الجزائري، بالإضافة إلى توسعة النشاط بعض الولايات فيه مزارع اللي توسع، نعطيك مثال منطقة منطقة تنس فيه مستثمر اللي عنده أكثر من 30 قفص. وهذا شيء إيجابي، وبداها بثمان أقفاص الآن راهو فيه 32 قفص. هذا شيء إيجابي. اللي يخلي كما قلت الشعبه تنمو هذا بالنسبه لتربيه المائيات في الاقفاص العائمة بالاضافه في الى أيضاً تربيه المائيات القاريه القاريه المدمجه مع الفلاحه مع أيضاً. الفلاحه عندنا كثير من الانواع السمكيه والسمك يعني لو وضعته الوزاره كنوع من الاسماك الاستراتيجيه اللي هو سمك البلطي الاحمر نعم. تيلابيا روج هذا لماذا؟ لانه اولا للتحكم حاليا فيه بدايه من كما قلت التفريخ الغذاء، مراحل النمو، التسويق، كل شيء. هذا وهذا الشيء الايجابي تاعو انه في فترة تاع ستة اشهر يقدر يوصل للحجم التجاري يعني مهم. تقريبا حتى ل 500 جرام في السمكة. والدليل وما يعني المثال تاع المزرعة تاع كوسيدار اللي كانت في خنشلة في جنوب خنشلة اللي داروا مزرعة اللي وصلت يعني الانتاج يعني جيد جدا كان آه لثاني مرة للموسم الثاني تحقيق منتوج وهو اللي سوق آه تم تسويقه في, في السوق وصل ب 55 ألف يعني 550 دينار وكان عليه طلب كبير كبير جدا وبالتالي الآن فيه حتى الشباب تاعنا تجه يعني شباب خريجي الجامعة نعطيك سبيل المثال مفرخة موجودة في عين والسارة صاحبها آه مهندس دولة في المجال شاب طموح استطاع أنه يوفر <applause> وحيد الجنس تيلابيا يعني تاع المونو سيكس اللي موجه مباشره للتسمين وهذا خلى هذه التجربه تتعدد كثير من الولايات بسكره خنشلا <applause> اه تموشن وغير كثير من الولايات شلف كثير من الولايات الان لماذا راح نكونوا ما يخفاش عليك هذا السمك فقط يعني المعلومه للمواطن انه يعتبر تقريبا ثالث نوع من الاسماك يسوق عالميا نعطيك مثال دولة مثل مثلا مصر الشقيقة تنتج أكثر من مليون طن من هذا النوع من الأسماك حجم الاستثمار في هذا النوع من الأسماك يتجاوز 15 مليار دولار في العالم وبالتالي احنا يا عندنا كل المؤهلات المسطحات المائية خاصة المناطق الداخلية القارية والجنوبية المياه متوفرة والدرجة الحرارة يعني المثلى متوفرة على مدار السنة وبالتالي ما علينا الا ان نشمر على ذرعنا ونخدموا بالاضافه نعم. الى ادماج تربيه المائيات مم. في احواض السقي لدى الفلاحين التي تعد بالالاف نعم. كانت التجربه فقط هذه الجزئيه كانت التجربه في كثير من الولايات خاصه المناطق الداخليه الان الفلاحين اتجهوا لإنجاز احواض سقي كبيره كان يتجاوز ال ألف متر مكعب كان توصل حتى ل 100000 متر مكعب مثل تجربه كوسيدار لماذا؟ لأنه القهوة تساعدهم أولا في إنتاج الأسماك، ثانيا استعمال مياه تربيه الأسماك في سقي المحاصيل الزراعيه، والتي توفر أسمده عضويه منحله يستغلها النبات مباشرة، والتي يستطيع من خلالها الفلاح توفير اكثر من 50% من الاسمده الكيميائيه اللي كان يستعملها نعم من خلال هذه الانواع المتوفره على مستوى شعبه تربيه المائيات ما هو نعم. واقع على مستوى ولايه بومرداس بومرداس والله دائما قلت لك في نقدر نقول لك الايجابي فيها انها نموذج نموذجيه في كل الشعب نعم. شعبة تربية المائيات، شعبة بناء السفن، في الصيد، في إدماج تربية المائيات، عندنا أكثر من 200 فلاح مم. على مستوى الولاية، ما يخفش علينا ولاية بومرداس ولاية فلاحية بالدرجة الأولى. نعم أكثر من 200 فلاح تم استزراع الأحواض السقي لدى هؤلاء الفلاحين. نعم، مهم جدا الحديث عن أحواض السقي طبعا، في هذه لأنه في علاش الأخت كريمة لما بعملية حسابية بسيطة، لو أن كل حوض سقي ينتج فقط واحد طن. واحد طن من الاسماك تصوري كل ولايه فيها على الاقل 1000 1000 حوض لا. يعني عندنا 1000 طن تنتج على مستوى الاحواض تصوري عندنا 58 ولايه هاي عندنا 58 ألف طن غير من سمك التيلابيا احنا حاليا الانتاج الوطني تاعنا ما يتجاوزش ألف طن من الاسماك بصفه عامه دونك لو اتجهنا هذا الاتجاه واستغلينا كل القدرات تاعنا رايحين نقدروا نوفروا هذا المنتوج وايضا لازم يرافقوا عمليه التحضير والتعود على هذه الاطباق لا. مثلا سمك تيلابيا كثير من الناس يقول لك سمك مياه العذبه ما عندوش او كيفاش. انت في لو كامل الناس حاليا اسماك المياه العذبه اللي هي تسوق اكثر من اسماك المياه البحر والتحضيرات تاعها الناس تفنن فيها دونك ما علينا الا نقول لك لا لا في الكوزينه انها تعرف كيفاش تولي تولي كما كنا في مرحله معينه الجاج الجاج كانت الناس عيب يجيه ضيف يحط له الجاج كانت الناس اللحم اللحوم الحمراء ولكن الان واقع الناس انه اللحم ولا ولا الديك الرومي ولا غيره وتتفنن فيه الناس والاطباق تاعه نفس نفس الشيء بالنسبه للاسماك نعم اسماك جيده بحاجه الى تكوين جيد ما نعم. هو واقع التكوين او موقع التكوين في هذه الشوربه شوف فيه احنا عندنا اولا مدارس التكوين اللي تابعه للقطاع تحت الوصايه متوزعه عبر طول الشريط الساحلي نعم. التي تضمن التكوين في هذا المجال بالاضافه الى مجالات اخرى في, في قطاع الصيد البحري تضمن تكوين اعوان في تربيه المائيه تقنيين وحتى مهندسين بالاضافه الى خريجي الجامعات الوطنيه باب الزوار لسمال وهران عنابه غير كل تقريبا كل الولايات حاليا الجامعات فيه هذه الشعبه شعبه تربيه المائيه كتخصص الى جانب تخصص الفلاحه لتكوين كما قلت مهندسين في هذا المجال اللي ابدعوا خاصه من خلال المؤسسات الناشئه اللي فيه شباب حاليا تخرجوا وتحصلوا على الوسم نتاعهم لابتكارات في مجال تصنيع الغذاء المشتقات مثلا كما يعني الاستعمالات الطبيه تاعها وحتى في الاغذيه كغذاء مكمل بالاضافه الى التصبير على الاسماك التحويل صناعة لافارين دو بواسون غيرو في كثير كثير من الابتكارات اللي موجودة لدى الشباب تاعنا وهذه الدولة يعني راهي ترافق فيها مشغل غير القطاع حتى قطاع التعليم العالي قطاع الشغل قطاع التكوين المهني من أجل مرافقة هؤلاء الشباب بهذه الأفكار الجديدة نعم سيد قادري ما هي اقتراحاتكم لتنمية هذه الشعبة في الجزائر؟ والله اقتراحاتنا أول حاجة أنه أنا نقول نوجه النداء للمستثمرين اللي عندهم رؤوس أموال انهم يتقربوا من مصالح الصيد البحري اللي موجوده في كل الولايات من اجل خوض تجربه تربيه المائيات خاصه الناس اللي عندهم كما الفلاحين مباشره يقدر يبدا في النشاط اما في البحر فتكون فيه المرافقه من اجل توفير هذا المنتوج كما قلت اللي عنده ابعاد آه متوسطة وبعيدة المدى كما قلنا تدخل في خطة عمل الحكومة 2014 حتى أن الاستراتيجية أن ترقى مم. هذا الشعبة من أجل أنها توفر لأن الآن منظمة الأغذية والزراعة توصي أنه لابد من رفع حصة الاستهلاك للفرد في السنة بالنسبة للأسماك لأنه ضروري دونك هذا الرفع مش نقدر نحقه لابد من تشجيع تربية المائيات والرقي بها وإعطائها كل الإمكانيات كما قلت والمرافقة والدعم من أجل توفير هذا المنتوج ويحقق يكون نقدر نقول النصف إلى النصف 50% 50% مقارنة بالإنتاج الصيدي أو حتى يتجاوزوا يتجاوز الصيد البحري بصفة عامة لماذا؟ نظرا للقدرات التي تمتلكها بلادنا سواء مسطحات مائية أو شريط ساحلي نعم سيد قادري أنتم على رأس مديرية الصيد البحري لولاية بومرداس ما هي الأفاق والرهانات؟ والله بومرداس كما قلت لك احنا حاليا عندنا نقدر نقول سبع مشاريع كي خمس مشاريع راهي منتجة حيز الاستغلال واثنين يعني قريبا إن شاء الله تدخل حيز الاستغلال بالإضافة إلى مشاريع أخرى في مجال تربية المائيات أيضا لتوسعة النشاط خاصة من الجهة الغربيه لشريط ساحلي للولايه من اجل بلوغ يعني كهدف بين نقدر نقول 12000 حتى ألف طن تكون ناتجه عن تربيه المائيات بالاضافه الى يعني تنميه النشاط خاصه توسعه الموانئ اللي تقدر تزيد توفر عقار صناعي وبالتالي استثمارات في هذا المجال عندنا منطقه نشاطات اللي تعتبر الوحيده على المستوى الوطني بمساحه 20 هكتار فيها 46 حصه نعم عقاري يعني كي نقولوا 46 يعني 46 مشروع كل ما يتعلق بالصناعات المرتبطه بالصيد البحري وتربيه الميت التي ستوفر ما لا يقل عن 3500 منصب شغل يعني افاق واعده وما يخفش علينا البارح فقط سيد الوزير كان ايضا لقاء مع انطلاق حمله الطونه بومرداس صنعت ولاول مره في الجزائر سفن موجهه لصيد الطونه بطول 35 متر لحد الان ثلاث سفن اللي تدخل حيز الاستغلال وتشارك في حمله الطونه وهذا فخر للجزائر وللقطاع نعم. أكيد أنه رهانات كبيرة بالنسبة لهذا القطاع شكرا جزيلا لكم سيد قادري على كل ما قدمتموه لنا من معطيات وتفاصيل حول واقع وقدرات قطاع الصيد البحري وتربية المائيات على, على المستوى الوطني وعلى مستوى ولاية بومرداس الشكر لكم على الدعوة شكرا إذا مشاهدينا نذهب إلى فاصل ثم نواصل الحدث التربوي مشاهدينا تتواصل الامتحانات التجريبيه لتلاميذ شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا للحديث عن اهميه هذه الامتحانات لقياس جاهزيه المترشحين وكيفيه تهيئتهم للامتحانات الرسميه والطريقه الصحيحه في تقسيم الوقت اثناء عمليه الاجابه تحضر معنا المفتشه في اللغه العربيه الاستاذ حسناء مسدور اهلا وسهلا أستاذة. اهلا وسهلا صباح الخير وسهلاً وتحيه لكل الذين يتابعون برنامج هذا الصباح شكرا على تلبيه الدعوه استاذ مسدور <applause> الامتحانات التجريبيه هي امتحانات تحضيريه يقيس فيها المترشح جاهزيته للامتحان الرسمي كيف يمكن استغلال هذه الامتحانات التجريبيه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عليه الصلاه والسلام. بدايه نهنئ كل العاملين في قطاع التربيه الوطنيه لاستطاعتهم انهاء هذا السنه الدراسيه على الوجه الاكمل وانهاء كل المخططات السنويه الخاصه بالتعلمات والتقويم. ونحن على مشارف نهايه السنه الدراسيه وتلاميذنا وابنائنا يشرفون على امتحانات الرسميه سواء شهاده التعليم المتوسط او البكالوريا ندعو لهم ونرجو لهم بالتوفيق ان شاء الله. بدايه لابد للتلاميذ ان يعلموا ان هذه الامتحانات التجريبيه هي فعلا محطه تقويميه ثالثه للثلاثي الثالث يتم فيها تقويم الموارد الخاصة بالثلاثي الثالث وتقويم الكفاءة من جهة أخرى ولكنها أيضا فرصة إن صح التعبير ولذلك هذه أو سميت هذه الامتحانات بالامتحانات التجريبية فرصة لاستحضار أو فرصة لتجنب كل الزلل أو الخطأ الذي يمكن أن يكون نتيجة عدم الثقة، يمكن أن يكون نتيجة الخوف، يمكن أن يكون نتيجة التسرع، حتى يمكن تدارك هذه المشاكل قبل وصول الامتحانات الرسمية، لذلك عليهم أن يتثبتوا وأن يعلموا بأن طبيعة هذه الامتحانات هي ليست إن صح التعبير فرصة للخوف أو هي ليست مشكلة أو هي ليست محطة للارتباك حتى يخاف منها التلميذ كل هذا الخوف وإنما محطة تقويمية عابرة من خلالها يعرف مدى تحصيله لكل هذه الموارد التي تم إرساؤها خلال سنة دراسية كاملة أو خلال فصل من الفصول الثلاثة عليه ان يتثبت عليه ان يراجع بكل تؤدى, تؤدى بكل اناه حتى يصل الى مبتغاه ان شاء الله أستاذ مصدور الاجراءات المتخذة في هذا الامتحان التجريبي هي نفسها الاجراءات المعتمدة في الامتحان الرسمي من حيث عدد القاعات، عدد التلاميذ او الافواج، توقيت الدخول، توقيت الامتحان ايضا، اذا هي فرصة جيدة ومهمة جدا تمنح للمترشح قبل الوصول الى الامتحان الرسمي. ولذلك سميت هذه الامتحانات بالامتحانات التجريبيه، لا. يعني تسعى وزاره التربيه الوطنيه من خلال هيئاتها الموجوده على مستوى الولايات في ان تضع هؤلاء المترشحين في اجواء الامتحانات الرسميه سواء من حيث طبيعه المواد التي يمتحنون فيها، في ترتيب المواد على مدار ايام الامتحان الثلاثة بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط، في طبيعة التوقيت الممنوح لكل مادة دراسية على حِدَة، في طبيعة جلوس التلاميذ كل على حِدَة في طاولة مستقلة، في طبيعة أيضا وقت الدخول وقت الخروج، ما يمكن أن يحمله أو ما هو مسموح للمتعلم أن يحمله من وثائق. يعتمد عليها أثناء الامتحان لذلك سميت هذا الامتحان بالامتحان التجريبية من أجل أن يضع المترشح نفسه في جو الامتحان الرسمي ويتهيأ نفسيا وماديا قبل الوصول إلى الامتحان إن شاء الله إذا هي فرصة جيدة وبمثابة تشريح لمستوى التلميذ على مدار يعني برنامج سنوي كامل، الآن فترة تصحيح هذه الاختبارات أو الامتحانات التجريبية هي فترة أيضاً مناسبة حتى يتم تصحيح أو وضع اليد على مكامن الضعف وأيضاً معرفة مكامن القوة لدى التلميذ. طبعا مما ألحت عليه وزاره التربيه الوطنيه وقد ألح على ذلك شخص وزير التربيه الوطنيه في كل اللقاءات التي يعقدها عن طريق التحاضر المرئي مع الساده مديري التربيه الوطنيه ان هؤلاء التلاميذ الذين يجتازون امتحانات البيضاء بالنسبه لتلاميذ شهاده التعليم المتوسط او البكالوريا التجريبي يعني اثناء نهايه او بعد نهايه فتره الامتحانات على الاساتذه الذين يشرفون عليهم تخصيص أوقات ضرورية لمناقشة هذه الامتحانات ولتصحيح هذه الأوراق حتى يتسنى للمتعلمين معرفة كل اخطائهم لكي لا يقعوا فيها في الامتحان الرسمي في نهايه السنه الدراسيه اذا وبالتالي كل الاساتذه في المؤسسات التربويه وعلى الساده المديرين ان يقفوا وقفه رجل واحد من اجل تخصيص الوقت الكافي بالنسبه للاساتذه والتلاميذ وهؤلاء التلاميذ من اجل تصحيح هذه الامتحانات او هذه النماذج حتى يتسنى للمتعلمين تدارك الأخطاء التي وقعوا فيها ابقي معنا أستاذة سنعود إلى هذه النقطة ولكن قبل ذلك ننتقل مباشرة إلى تندوف حيث يتواجد الزميل عمار طواجين في تغطية الندوة العربية الثانية للتضامن مع الشعب الصحراوي صباح الخير عمار دعنا في الصورة فيما يخص المحاور الكبرى لهذه الندوة تحيه صباحيه لك زميلتي اسماء ولجميع مشاهدي التلفزيون الجزائري بالفعل نحن الان متواجدون بمخيمات اللاجئين الصحراويين اين باتت القضيه الصحراويه او الدبلوماسيه الصحراويه تسجل انتصارات عبر اصقاع العالم بالامس كانت الوفود الاوروبيه والاجنبيه تعبر عن تضامنها المطلق اليوم تعيش القضيه الصحراويه نفسا جديدا من خلال تنوع الدعم وذلك من خل من دعم الاحرار والاشقاء العرب اليوم فعاليات الندوه الثانيه العربي مع الشعب الصحراوي، هاته الندوه التي بدات بفكره صارت واقعا يعني يلمسه جميع مواطنين في الوطن العربي في اتساع واضح للتضامن مع عداله القضيه الصحراوية. لمزيد معلومات اسعد باستضافه السيده المستشاره الرئيس الصحراوي نانا الرشيد وهي المشرفه على هاته الدوره لاعطاء اكثر تفاصيل حول ما هي اهم المحاور الكبرى لهاته الندوه. اهلا وسهلا استاذ عمار وشكرا جزيلا للمرافقه الاعلاميه. بالفعل هي بتوفيق من الله ستنظم اليوم ستعقد اليوم الطبعه الثانيه من الندوه العربيه للتضامن مع الشعب الصحراوي. هي كما قلتم محاوله لاختراق جدار الصمت العربي وايصال الصوت الصحراوي لاقصى اماكن العالم لعالمنا العربي في اقصى الشرق الكره الارضيه. وايضا المنطقه المغاربيه والقرن الافريقي كلها مناطق بلداننا العربيه نحاول دائما ان نجمع شتات المتضامنين المتضامنين العرب وان يكون ذلك بين ظهران الشعب الصحراوي كي يلمسوا كذلك عن قرب معاناه الشعب الصحراوي الحقيقيه ويرون كذلك بشكل واضح صموده الاسطوري وايضا تتبدد لديهم صور الدعايه المضلله عن الصحراويين وقضيتهم باعتبار ان جدارا اعلاميا سميكا مضروبا بيننا وبينهم يعتم على تفاصيل وحقائق وجوهر القضيه الصحراويه لو نتحدث عن نوعيه الحضور واهم الاساتذه والدكاتره حضر في هذه الندوه في لا بد ان نذكر طبيعه الندوه لل... الندوه السابقه كانت حظيت بنوع من الحضور من 12 دوله عربيه الان نحن الحمد لله في 18 دوله ولولا غياب الاخوان السودانيين بسبب ظروفهم كان كان العدد كان العدد اكبر هذا من حيث التنوع من حيث الشخصيات الحاضره نحن ما يهمنا اساسا هو التضامن العربي وأي متضامن عربي بالنسبة لنا أيا كانت مكانته مهم جدا بالنسبة لنا ولكن في الحقيقة دائما التشكيلات الحزبية للأحزاب المناصرة للقضايا العادلة شخصيات مثل أساتذة في الجامعات ورؤساء مراكز دراسات ووفود برلمانية هذا هو هذه هي طبعا التشكيلة هذه المرة تحضر أحزاب من لبنان ومن سوريا من من تونس ومن الاردن ومن ومن موريتانيا ورؤساء مراكز من جزر القمر وجيبوتي ومصر وصحفيين ايضا من من تونس احزاب ايضا من من تونس هناك دكاتره في الجامعات من من العراق وهناك الحركه التقدميه الكويتيه هذه يعني هذا اول حضور واول مشاركه مكسب كبير نعم خاصه وان مواقف الحركه التقدميه الكويتيه متقدمه جدا وايضا هناك ما يميز هذه الطبعه هو حضور احد الاشقاء المغاربه المتضامنين من المغرب الشقيق من ابناء المغرب الذين نعتبر نعتبرهم ونحن يعني ضحايا النظام الاحتلال المغربي طبعا ونظام المخزن. على هامش هذا النشاط هناك ندوات فكريه على غير على غرار ما سيحتضنه مقر الرئاسه ما هي الندوه ومن ينشطها وعنوانها العارض صحيح على هامش الندوه اليوم سننظم الندوه فكريه هذا الصباح للدكتور المناضل التاريخي الدكتور محي الدين عميمور ومن منبركم هذا ومن هذا نحيي فيه جدا حراره النضال والاخوه وقد تجشم عناء السفر الينا لتنشيط هذه الندوه الفكريه وايضا حضور الندوه العربيه واريد ان انوه على ان كل ذلك كل هذا يتزامن مع احتفالات الخمسينيه واليوبيل الذهبي لتاسيس البوليساري واندلاع الكفاح المسلح. اود كذلك ان اشيد بالتلبية الكبي... بالتلبية الهامة لدعوتنا من طرف الإخوان في الجزائر والأشقاء الذين دائما يظهرون دعمهم لنا ولي أيضا بقية الأصدقاء في مختلف أنحاء العالم هناك وفد كبير من المجلس الوطني وهناك وفد ايضا هام من مجلس الامه وهناك وفد من اللجنه الجزائريه للتضامن مع الشعب الصحراوي بالاضافه الى شخصيات من محامين وصحفيين بالاضافه الى مواكبتكم طبعا الاعلاميه. هذا دفع كبير لنا نظهر من خلاله التحالف الكبير الذي يعني تشد الجزائر به عضدنا ومكانتنا لدى الشعب الجزائري والتفافه ايضا ومساندته حول قضيتنا فنحن شاكرين طبعا للاخوان الجزائريين ولن نوفيهم حقهم الندوه كما قلت اليوم هي ندوه فكريه ارتاينا ان ينشطها الدكتور محي الدين عميمور وقد قبل مشكورا حول قراءته في المقاومه والجهاد الصحراويين لانه مواكب للقضيه الصحراويه منذ منذ بداياتها شكرا لك سيد المستشاره شكرا كثيرا على هذا الاثراء جدير بالذكر ان مخيمات اللاجئين الصحراويين تشهد وستشهد عديد الفعاليات والاحتفالات المخلده للذكرى الخمسين لاندلاع الكفاح المسلح هاتي الذكرى العزيزه على الشعب الصحراوي الذي لا زال يكافح من الاحتلال الاسباني الى الاحتلال المغربي بغيه افتكاك شاره الاستقلال والحريه شكرا جزيلا لك الزميل عمر طواجين ولضيفتك الكريمة مستشارة الرئيس الصحراوي كنت معنا مباشرة من تندوف في إطار تغطية التلفزيون الجزائري للندوة العربية الثانية للتضامن مع الشعب الصحراوي اذا مشاهدينا نعود لموضوع الامتحانات التجريبيه وكيفيه تهيئه التلاميذ للامتحانات الرسميه استاذه حسناء مسدور بعد انتهاء التصحيح او الانتهاء من التصحيح فيما يخص الامتحانات التجريبيه هناك فتره قصيره جدا للامتحانات الرسميه كيف يمكن استغلال هذه الفتره في المراجعه ما هي طرق المراجعه الانجع حس خبرتكم. شكرا جزيلا. عندما نتحدث عن المراجعه ومعنى المصطلح في لفظه هي مراجعه بمعنى هي نهايه او استكمال لمسار سنوي بمعنى كان من الضروري او كان لزاما او كان من المفروض على ابنائنا التلاميذ الذين هم مقبلون على امتحان شهاده التعليم المتوسط ان يتحذروا انطلاقا من اول يوم في السنه الدراسيه، يعني من بين من بين الاستراتيجيات التي كان من المفروض ان يتبعوها عدم مراكمه الدروس، محاوله مواكبه كل الدروس التي تقدم او كل الموارد التي كان من المفروض ان تقدم من طرف الاساتذه وتم تقديمها في الوقت اللازم ان يراجعها او ان يحفظها او ان يتعود عليها التلميذ طيله سنه دراسيه قبل ان تحدث عمليه التراكم حتى نصل فعلا الى ما تسمى بعمليه المراجعه الان طبعا التلاميذ الان يختلفون هناك من المجتهدين الذين ينطلقون فعلا مع بدايه السنه الدراسيه تحضيرا لهذا الامتحان المصيري وهناك من التلاميذ من يرجئون او من يسوفون دائما الى انه ما زال الحال وما كله نتسرع ومعلش ما نزربش روحي ثم بعد ذلك يقعون فيما يسمى بحيص بيص ثم بعد ذلك يصفقون ولا يصدر لتصفيقهم وقت صوت لماذا؟ لان الوقت يدههم اذا على ابنائنا التلاميذ ان 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 يفكروا برويه وان يضعوا استراتيجيه، استراتيجيه يكون إن صح التعبير عصيرها حلو وثمرتها ناضجة بأن ينظموا وقتهم التنظيم الجيد الآن بالنسبة لطبيعة المواد التي تقدم في شهادة التعليم أو التي تم تدريسها في مرحلة التعليم المتوسط شئنا أم أبينا هناك مواد تحتاج فعلا إلى أن ان تكون للمتعلم ملكه الحفظ مثلا كماده التاريخ والجغرافيا كماده التربيه المدنيه كماده التربيه الاسلاميه ايضا بارك الله فيك بمعنى هناك مثلا التربيه المدنيه هناك مصطلحات مثلا عندما نتحدث عن الحس المدني عندما نتحدث عن الانتخاب عندما نتحدث عن الديمقراطيه عندما نتحدث عن مواضيع منها على العداله الحوار بمعنى هناك مصطلحات لها مفاهيم ثابته لا. في التربيه الاسلاميه هناك ايضا مفاهيم دينيه لا يختلف عليها اثنان في ماده التاريخ والجغرافيا هناك اسماء لشخصيات تاريخيه هناك فترات تاريخيه هناك حقب زمنيه هناك مراحل لثورات معينه تم تناولها اذا على التلميذ ان تكون لديه ملكه الحفظ حي حتى يتسنى تخزين كل هذه المعلومات اذا بالنسبه لمواد الحفظ هناك استراتيجيه وهي استراتيجيه الخرائط الذهنيه كان ياخذ الدرس كاملا ثم نعم. بعد ذلك يسطر على العناوين الكبرى ثم بعد ذلك ينشئ لنفسه خريطه ذهنيه بمفاهيم بسيطه يستطيع بعدها ان ياخذ تلك المصطلحات ويطور المفهوم اذا كان طبعا يمتلك لقاموس لغوي يحسن منهجيه الاجابه على السؤال او تحرير الفقرات او تحرير المقالات ان صح التعبير، اذا وبالتالي من بين الاستراتيجيات التي تساعده على الانتهاء من حفظ المواد التي تحتاج الى ملكه الحفظ هي الخرائط الذهنيه والتركيز على مفاتيح الكلمات والتركيز على العناوين الاساسيه. وهذه الاستراتيجيه استاذه استراتيجيه الخرائط الذهنيه اثبتت نجاعتها في الاونه الاخيره مع التلاميذ خصوصا التلاميذ الذين يعانون من صعوبه في الحفظ جميل فعلا لماذا لانه لانها تركز على الكيف المفردات والمصطلحات يعني نعم. يركز على الكيف يعني ما الذي يفهمه مم. المتعلم من كل ما قدمت له من موارد معرفيه نعم. خلال وضعيه معينه ثم بعد ذلك يركز على هذه العناوين الاساسيه يركز على هذه المفاتيح ثم يطور فهمه من خلال اتباع منهجيه معينه تساعده على الوصول بنفسه الى بر الأمل ثم في المقابل هناك مواد تعتمد اكثر ما تعتمد على الفهم على التحليل على التطبيق على الاستدلال على, على يعني ان صح تعبير على المستويات العليا من التفكير هنا مثلا كمواد الفيزياء كمواد الرياضيات ماده العلوم الطبيعيه مادة اللغة العربية أيضا، مادة اللغة العربية اللحت... التي تحتاج أيضا إلى إلى القدرة على توظيف الكلام، القدرة على التلاعب بالكلام، القدرة على توليد الكلام، إذا وبالتالي في المواد التي تعتمد على هذه المستويات العليا من التحليل أيضا على المتعلم أن يتدرب. على مجموعه لا باس بها من التمارين من التطبيقات او ان صح التعبير كما يفعل المترشحون الان على نماذج مشابهه لامتحان شهادة التعليم المتوسط وأن يحل أكبر قدر ممكن منها حتى يتسنى له على الأقل معرفة كيف يتم صياغة السؤال ويحذر نفسه على كيفية الإجابة على هذه الأسئلة يوم الامتحان أيضا أستاذة هناك طريقة مثلى يجب على المترشح أن يتبعها حتى يكون يعني ملم بمختلف الجوانب خصوصا ما تعلق بتقسيم وقت الإجابات التعامل مع الأسئلة الصعبة وقبل ذلك الحضور مبكرا إلى قاعة الامتحان وفي هذه اللحظة بالذات هنا يتدخل الأولياء التدخل الإيجابي المباشر. نعم لو فيك يتدخل التدخل سواء الأم سواء الأب أو كلاهما معا في ان يحفز هذا المترشح في ان يزرع في نفسه الثقه في ان يبشرانه في ان يجعلان نعم. هذا المتعلم يذهب الى الامتحان وهو في كامل الاستعداد النفسي لا يمكن اغفال العامل النفسي بطبيعه لا اصلا ياما في تلاميذ مجتهدين ويتحصلون على معدلات ممتازه ولكن لو حدث وان ارتبكوا نفسيا سيذهب كل ذلك الاجتهاد بسبب لحظه الضعف او لحظه الارتباك او لحظه الخوف، اذا هنا الاولياء عليهم ان يلعبوا الدور الايجابي يبعدوا أولادهم عن كل لحظات التوتر، أول حاجة يستحسن دائماً الاستيقاظ باكراً، الاستيقاظ باكراً ينوض المترشح يتهيأ عقلياً، يتهيأ نفسياً، يتهيأ جسدياً، ونحن نعلم حتى علمياً ما لفائدة البكور من صحة جيدة على العقل وعلى النفس وعلى الجسد، ثم بعد ذلك يهيئ كل ان صح التعبير الادوات الماديه التي سيحتاج اليها اثناء الامتحان طبعا وهذا راه موجود في في الاستدعاء ان على المترشح ان يلتحق بمركز الامتحان نصف ساعه قبل انطلاق الامتحان, الامتحان. يحضر يبحث على اسمه ي يذهب الى الطاوله يضع الوثائق الرسميه التي تكشف هويته للحارس سواء البطاقة الوطنية أو البطاقة المدرسية والمصحوب بالاستدعاء يضع دائما كل الأدوات التي يحتاجها حتى لا يطلبها بين الحين والآخر بعدما ينطلق الامتحان ثم عندما ينطلق الامتحان عندما يأخذ المتعلم ورقة الامتحان أهم شيء أهم شيء أهم شيء فهم السؤال نصف, القراءة المتمعنه للامتحان او انسح التعبير للاختبار اختبار الماده من بدايته حتى نهايته نعم. حتى في هناك ما يخص... من التلاميذ نعم. نعم استسمحك على المقاطعه استاذه حتى فيما يخص اختيار المواضيع اذا كانت المواضيع اختياريه يجب على المترشح ان يختار بعنايه كبيره حتى لا يخطئ في خياره في شهادة التعليم المتوسط لا توجد هناك مواضيع في اختيارية. شهادة التعليم البكالوريا طبعا هي في شهادة البكالوريا هي اللي فيه راح تكون هناك مواضيع ان يختار المترشح احد المواضيع ولكن بالنسبة للتعليم المتوسط هناك موضوع سيكون في متناولهم من يعني يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرد موضوع أو أن يرد سؤال لم يتلقى فيه المتعلم موردا معرفيا أو موردا من نوع آخر، إذا فقط على المتعلم عندما يمسك ورقة الامتحان لانه بزاف تلاميذ يروحوا يروحوا عوض يقراوا متن الامتحان يروحوا مباشره للاسئله نعم. لا اذا عليهم ان يتريثوا عليهم ان يستعدوا شيئا ايضا في قراءه الاسئله مباشره يذهبون الى قراءه الاسئله ويشوفوا اذا كانت متطابقه معهما واش حلوا في الدار نعم. باش يقول لك يا يا سهل يا صعيب ولكن نحن نطلب منهم ان لانه في النهايه الان العمل بالوضعيات نحن الان في التعليم نعمل بالوضعيات الوضعيه طبعا لازم هناك وضعيه هذه الوضعيه لدى لديها سياق معين لديها سندات داعمه ثم بعد ذلك تاتي التعليمات اذا على المتعلم ان يقرا الوضعيه جيدا ان يقرا ما هو السياق الذي وردت فيه ويستحضر ما يمكن أن يساعده على حل هذه الوضعية ثم ما هي السندات التي ستساعده على حل هذه الوضعية ثم بعد ذلك يذهب إلى التعليمات وحنا تربينا كلنا ونربيه دائما هذا الجيل ونقول لهم فهم السؤال نصف الجواب التريث ثم التريث ثم التريث قبل الانطلاق في عملية الإجابة لا سيما عندما نقرأ السؤال لكل سؤال مفاتيح لازم ندرب المتعلمين أن هذا السؤال نسطر على مفاتيح الكلمات ثم أخذ الورقة المسودة لأمامي وأكتب عليها رؤوس أقلام الان حتى استعمال المسوده وفيه استراتيجيات هناك من التلاميذ من يجيبون على المسودات اجابه كامله ثم بعد ذلك اما ان يداهمهم الوقت فلا يستطيعون اعاده كتابه هذا الكلام على الورقه النظيفه يعني الورقه الرسميه اما انه يعجزون في كثير واحنا شفنا انا مثلا كي كنت في التعليم لسنوات يعني قبل 2008 عندما كنا اساتذه التعليم الثانوي ونروح نحرصوا في البكالوريا تلميذ كي تقولوا يقولوا استاذه عجزت ما نقدرش نقول هذا الشيء كامل اذا الوسخه او الورقه المسوده نسجل عليها رؤوس, رؤوس اقلام فقط. الاقلام ولا نسجل عليها الاجابه كامله اولا لتجنب ضياع الوقت ضياع الوقت. الوقت او ان يداهمنا الوقت ونضيعه بلا فائده او ان نعجز في كثير من الاحيان على ان نعيد الاجابه كلها اذا على تلاميذنا ان يقراوا متن الامتحان قراءه جيده يتمعن في السياق، يتمعن في السندات، السندات قد تكون صور موضحة، قد تكون منحيلات بيانية، قد تكون دوائر نسبية قد تكون محطات تاريخية على حسب طبيعة المادة نشوف وش راح تقدر تساعدني بما يمكن أن تساعدني هذه السندات للوصول إلى الإجابة الصحيحة نعم. ثم بعد ذلك أركز في قراءة التعليمات وأسطر على المفاتيح الأسئلة التي ستساعدني أخذ الوسخ أسجل رؤوس أقلام ثم بعد ذلك أضع هندسة نعم. طيبة تمكنني من الإجابة الصحيحة قبل أن نختم لابد من مراجعة أيضا أوراق الامتحان قبل تسليمها بطبيعة الحال مراجعة ورقة الامتحان لعل التلميذ قد نسي الإجابة عن سؤال ما مراجعة ورقة الامتحان لعل التلميذ قد نسي أن يكتب اسمه ولقبه ورقم التسجيل مراجعة ورقة الامتحان لعل هناك تشطيب يمكن أن يؤدي بالحارس أو بالمصحح إلى رفض هذه نعم. الورقة إذا التريث ثم التريث ثم وبتوفيق لكل المترشحين بطبيعة الحال سواء في شهادة التعليم المتوسط أو, أو حتى البكالوريا. شهادة البكالوريا شكرا جزيلا لك الأستاذة حسناء مزدور شكرا جزيلا على الاستضافة شكرا بالتوفيق بالتوفيق والنجاح إلى كل تلاميذنا ورب يوفق كل الأساتذة والمشتغلين في قطاع التربية الوطنية شكرا لكم شكرا جزيلا اذا مشاهدينا نذهب مباشرة إلى غرفة الأخبار لمتابعة هذا الموعد الأخباري ثم نعود اهلا بكم مشاهدينا من جديد في برنامج هذا الصباح الذي يرافقكم الى غايه تمام الحادي عشر صباحا. في قطاع الموارد المائيه انطلقت الطبعه الثامنه عشره للصالون الدولي لمعدات وتقنيات وخدمات المياه بقصر المعارض الصنوبر البحري وسيكون الحدث مكانا لتبادل المعلومات والمحتوى من خلال الندوات حول الموضوعات الرئيسيه سوق المياه كتحليه مياه البحر والتنقيه واعاده استخدام المياه. للحديث عن تفاصيل هذه الطبعه واهدافها وايضا مشاريع تحليه مياه البحر على المستوى الوطني يحضر معنا المدير المركزي على مستوى وزاره الري السيد عبد العزيز العرجوم اهلا وسهلا. صباح الخير. إذا الطبعة الثامن عشر لهذا الصالون الدولي انطلقت قبل أو يوم السادس عشر ماي وتتواصل إلى غاية الثامن عشر من هذا الشهر. ضعنا في الصورة فيما يخص تفاصيل ومضمون هذه الطبعة عدد المشاركين الوكالات التابعة لقطاع الموارد المائية التي تشارك في هذا الصالون الدولي. شكرا كما تفضلت هذا الصالون هو موش الاول من نوعه وان هذه الطبعه الثامنه عشر ككل سنه يتم تنظيم هذا الصالون الدولي ليجمع كل الفاعلين في ميدان التجهيزات والخدمات في مجال الري هذه السنه اللي كان استقطب حوالي 140 مؤسسه وطنيه واجنبيه هذا الصالون كل سنه عنده هدف بالإضافة إلى الجانب التجاري هناك أهداف أخرى ما هي الأهداف لهذا الصالون؟ أولا هذا الصالون كان من إشراف سيد وزير الري اللي كان أشرف عليه واللي سنة قلت ككل سنة الوزارة هي اللي تشرف عليه لأنه الاختصاص في هذا المجال قلت أن هذا الهدف من هذا الصالون هو أولا عروض خدمات ثانيا المؤسسات اللي شارك فيها تقديم تقريب خدماتها وعروضها والتقنيات الحديثه في هذا الصالون يتم احتكاك المؤسسات الوطنيه بالمؤسسات الاجنبيه وككل سنه قلت ككل سنه هذه المؤسسات تجيب تقنيات حديثه تقنيات حديثه اللي ربما اللي راح تساهم وتساهم في ميدان الخدمات في مجال الري احنا اليوم المجال الري هذاك الجانب الكلاسيكي اصبحنا اليوم في في ادخال تقنيات جديده نعم. ولهذا السبب في هذه المؤسسات او هذه الشركات اللي تشارك في كل مره تاتي بخدمات جديده مم. وبتقنيات جديده ثالثا ممكن في هذا الخ... في هذا الصالون يقول ك... قلت احتكاك ما بين الشركة الجزائريه الوطنيه هناك تقديم إسلا... شراكه تقديم شراكه هذه الشراكه اللي راح تكون بالنسبه لل... بالنسبه للمؤسسات الجزائريه والاجنبيه واللي كنت خبرات خبرات وتبل في هذا الصالون كان تقريبا المؤسسات الجزائريه بالنسبة قطاع الموارد المائية كان شارك شارك فيه تقريبا كل مؤسسات اللي تابعة لقطاع المواد المائية <applause> منها مؤسسات اللي تابعة للجزائرية المياه عندنا مؤسسات الدول الوطنية للتطهير مؤسسة توزيع المياه لزاسبيا الثلاثة عندنا الدول الوطنية للتطهير عندنا الوكالة الوطنية للسدود الوكالة الوطنية للريقاصون بالإضافة إلى لجروب جديد المؤسسات اللي راهي تخدم لصالح القطاع الموارد المائيه كل هذا هذه تعتبر كفضاء لتبادل الخبرات لتبادل التجارب وادخال تقنيات جديده هذه أو نعم. خلاصه خلاصه هذا تفاصيل هذا الصالون اذا سيد العرجوم الصالون يحمل موضوعات رئيسيه كما قلت في المقدمه لسوق المياه كتحليه مياه البحر والتنقيه واعاده استعمال المياه ايضا ما هي اسس استراتيجيه او الاستراتيجيه الوطنيه التي تعتمدها الوزاره من اجل تحقيق هذا الجانب شكرا الاستراتيجي اول قبل ما نتكلم الاستراتيجي لازم نتكلم على الواقع اللي رانا نعيش فيه نعيش فيه فيه الجزائر اليوم ماشي الجزائر كل بلدان الحوض المتوسط خاصه <applause> الغريب سيد داك الجانب الضفه الجنوبيه من هذا اللي راه تاثرت كثير من هذا ويعرف اليوم نظن كل المواطنين راهم على درايه بال... باللي يحدث بهذه التغيرات المناخيه واثارها على المخزون المياه وعلى هذه المواد اللي أزمة, ازمه المياه التي هي ازمه عالميه عالميه وربما بعض المواطنين لاحظوا السنوات الاخيره وخاصه في هذه السنه وين اوروبا الجنوبيه بعض بلدان اوروبا الجنوبيه تاثرت بهذا بشح هذا المطر وبالتالي كانت ادخال استراتيجيه حنا في الجزائر ربما هذا الـ هذا الـ أو الندرة هذا شح هذه الامطار ربما مدة سنوات ماهيش السنه الاولى ربما وخاصة اللي تفاقمت من هذه السنوات الاخيره ربما في الربع سنوات الاخيره كان الموضوع كان شح المياه كان اكثر باكثر وبالتالي كان عنده تاثير على مخزون المياه خاصة مياه السدود وطبقة المياه لما نقول مخزون السدود لان تعرفوا باللي اليوم اللي راهي بون حوالي 80 سد اللي رانا في الفترة الاستغلال نسبة امتلاء تاعو رانا في 29% بالمياه. تعتبر نسبة نعم حتى في انخفاض مليا. مقارنة بالسنة السنوات الماضية السنوات الماضية التي كانت يعني اعتقد انه كانت 32% نسبة امتلاء السدود إيه. ربما كانت أخضر كاين بعض السنوات اللي كانت الوفرة نوصلوا حتى ل 45 إلى 50% نعم. هذا السنة رانا 29% هذا دليل على أن هذا السنوات الأخيرة كان عنده أثر كثير على وماهوش مخزون السدود وإنما حتى طبقة المياه طبقة المياه اللي كان عندها أثر كثير لأن طبقة المياه عندها لا تستمد مولدها من من الامطار وبالتالي فكان هو وبالتالي كان هناك تحدي هو لازم ايجاد استراتيجيه اللي تعتمد على لتضمن عد... الامن المائي على الامن المائي اول على المستوى الوطني على المستوى الوطن. الامن المائي كما تفضلت اختي الامن المائي صحيح الامن المائي هذا هو الهدف اللي احنا اليوم اللي نسعى اليه وهو تامين المواطنين فيما يخص هذا المورد كيف راح يكون؟ ربما كان هناك عده اسس، هذه الاستراتيجيه مبنيه على عده اسس، اولا تطوير البنيه التحتيه للمنشآت المائيه بإنجاز آآ تنويع المصادر اللجوء الى المياه تحليه المياه كما تفضلتي، هذا الموضوع اللي ربما نقدروا نتفضلوا نتكلموا عليها اكثر من هذا، ادخال تقنيات جديده ربما في ميدان العصرنه والتسيير اللي ربما هو هدف اساسي كذلك <applause> ما يمكنش ان كل مره نوفر نوفر ولكن من جانب اخر لازمنا من حيث التسيير لازم نكون ادخال تقنيات وعصرنا في هذا التسيير لما انت قلت كلمة في الميدان هذا تطوير الموارد المائيه اليوم احنا الاستراتيجيه كذلك مبنيه على اساس وهو مرافقه احنا القطاع الموارد مرافق بعض القطاعات عندنا قطاع الفلاحه عندنا قطاع الصناعه قطاع السياحه هذو كذلك اللي تستهلك بها هو المرافقه إذا جينا بالتفصيل إلى هذا الاستراتيجية أولا نتكلم على أن قلنا باللي المياه التقليدية مياه السدود مياه الأبر هي محدودة وبالتالي لجأنا إلى المياه تحلية مياه البحر وكان السيد رئيس الجمهورية في في مجلس الوزراء في جوان 2021 وإن كان أعطى أسدى تعليمات بتعميم استعمال تحليه مياه البحر بكل محطات محت... مراكز تحليه مياه محت... البحر على المستوى على الوطني, الوطني. هذه المحطات اولا كان هناك برنامج نقول أه بان كانت المحطات كانت تعمل لجامع ولكن غير كافيه ولكن بالتعميم هذا والبرنامج الجديد للتحليه راح نوفروا أه كميه ونأمنه خاصه الشريط الساحلي للجزائر تعرفوا اليوم احنا الجزائر تقريبا 80% من السكان ي... متواجدين في الطبقة الشمالية في الجزائر <تصفيق> <تصفيق> تقريبا وكل الصناعات متواجدة وبالتالي في استهلاكها استهلاك كبير وأن لازم نأمنوها وبالتالي لازم نروحوا إلى برنامج تحلية هذا البرنامج التحلية اللي كان في 2021 اللي كان ساهم ساهم بنسبة كثيرة كثيرة كان هناك عندنا برنامج تاع أربع محطات صغيره كتله اللي كانت تمول العاصمه عندنا ثلاث في الشرق العاصمه كانت ثلاث محطات اللي دخلت منها اثنين استغلال وثالثة محطه قرص ب ألف متر مكعب اللي راح تدخل في هذا الشهر جوان اللي راح تامن الجهه الشرقيه للعاصمه بالاضافه الى برنامج المحطات الكبرى وهي خمس محطات اللي راح انطلقت فيها الاشغال بالاضافه الى ست محطات في 2000 هذه الخمس محطات من 2000 الى 2024 لا تدخل في في الف نهايه 24 تدخل هذه المحطات بسعه ألف متر مكعب لليوم لكل محطه وهذه المحطات اولا آه راح تمو قلنا تمون الشريط الساحلي لل... للولايات وكان الهدف تاعنا هو ان آه بما ان المنطقه الشماليه راهي تقريبا عرفت عجز في هذا المورد اننا ان نروحوا الى حوالي نقيسوا تقريبا كل الولايات الشماليه ونروحوا بعمق حوالي 150 كيلومتر من من الشمال من الساحل الى المناطق الداخلية بحوالي 150 كيلومتر نعم ما هي عدد المحطات الان التي هي يعني قيد الاستغلال هي بركة على المستوى الوطني والتفصيل برك ان المحطات لان المحطات هذه تشرف عليها وزاره الطاقه نعم. بتنسيق مع وزاره الموارد المائيه وزاره الطاقه هي اللي تنجز هذه المحطات عن طريق مؤسسات ووزاره الموارد المائيه دورها هي تربط هذه المحطات بالشبكات المياه البرنامج الحالي هو عندنا خمس محطات خمس محطات كبرى كل محطه قلت 300 الف متر مكعب بانتهاء المحطات في سنة نهايه سنه 2024 راح يكون ننتج حوالي مليون و500 متر مليون و500 متر مكعب في اليوم بالاضافه الى المحطات اللي راهي اللي مستغله للانتاج تاعها مليونين و100 الف متر مكعب وبالتالي لما ننتج هذا بالقيمه هذه اللي مليون و500 راح نرفع نسبه التحليه اللي اليوم راح تمثل التوضيح بان اليوم انتاج المياه لتقريبا راه ياتي من المياه الجوفيه نعم. عندنا 22% من المياه السطحيه و18% من التحليه بانتهاء هذا البرنامج لخمس محطات بنهايه 25 راح تكون هنا قفزه الى 42% من الانتاج الكلي دونك راك تلاحظوا بان هذا هذا النسبه نسبه يعني راح ترتفع النسبه ترتفع وبالتالي راح نامن للجهه الشماليه للوطن نا. واللي راح تمس بالاضافه هذه بالخمس المحطات بالاضافه الى ست محطات اللي راح رياليزا <applause> تنجز يعني حتكون في, في افاق 2030 2030 هذه نفس السعه 300 الف متر مكعب طيب حتى نوضع فقط المشاهد الكريم في الصوره ما هي نسبه استهلاك المياه على المستوى الوطني؟ نسبه الاستهلاك احنا قلت اليوم اليوم الانتاج المحلي الانتاج المحلي للمياه اللي الشرب هو حوالي 3 ملايير و400 نعم. متر مكعب هذه النسبة قلت تقريبا منها تجي منها 600 60% من المياه الجوفية 20 22% سطحية و 18% من أخرى. نسبة الفرد تختلف من منطقة إلى أخرى من منطقة إلى أخرى وحسب الوفرة وحسب الديسبونيبيتي لهذا المورد نعم. النسبة آه المتوسطة اليوم حنا رانا تقريبا 180 مليلتر للساكن في, في اليوم هذه النسبة المتوسطة كي نقول المتوسط ولكن تختلف من جهة إلى أخرى إلى أخذنا الشمال للجنوب الجنوب نلاحظ بها أنها ترتفع أكثر نعم. بعض الولايات وين توصل إلى 300 لتر في للساكن في اليوم وفي الجهة الشمالية تختلف من جهة إلى أخرى حسب المناطق وحسب الولايات ونزيد نأكد برك لما نتكمل على المورد لما بالنسبة حنا اليوم الجزائر لماذا اللي راهي في في خانة ندرة المياه <applause> المنطقه اللي تعاني من ندره المياه لان نسبه الفرد اللي انا تعرفوا المحد الدولي للموارد اللي صنف دول والجزائر مصنفه في 29 <applause> لماذا؟ لان نسبه الاستهلاك الفرد لها اليوم اقل من 500 متر مكعب في السنه وهي اللي صنفوها بال يق... تصنيف الدول على حسب الاستهلاك الفردي، احنا اليوم الفرد الجزائري يستهلك الا حوالي 400 400 الى 440 متر مكعب في السنه. ورغم ذلك ولي... رغم... يعني ندعو دائما الى ترشيد استهلاك, استهلاك المياه. نعم صحيح ربما ربما احنا اليوم اليوم هذه الندرة هي اللي لازم تخلينا دائما ان هذا المورد لازم نعتني به لازم نحافظ عليه نعم لانه أزمة, ازمه عالميه. نعم. ازمه عالميه وخاصه انا كنت في البدايه, في البداية كنت ان خاصه البلدان الضفه الجنوبيه للبحر المتوسط وحتى للشرق الاوسط هذا اللي راهي تعاني من هذا الندره واللي كان عندها اثار كبيره لأن, نعم. لان اليوم لازم نأمنوا، هو الجانب المائي، نأمنوا الجانب الفلاحي، كل نعم. هذا يتطلب اموال، يتطلب استثمارات، يتطلب مجهودات كبيره حتى باش نأمنوا هذا المواطن نعم. على الاقل باش يكون لهذا نعم. اللجوء الى تحليه مياه البحر الان هو خيار استراتيجي لضمان الامن المائي. طبعا هو خيار استراتيجي. هو هذا لا ديسيزيون هذا اللي قرر رئيس الجمهوريه استراتيجي وكان صائب لماذا؟ اولا قلت لك باش نامنوا احنا اليوم رانا واقعين وما نعرفوش حتى الدراسات اللي راهي اليوم في حتى تاع دراسات المناخ اللي تقول ربما في السنوات القادمه راح تكون هناك ندره وشح دونك لازم ان نواجه هذا الحل الوحيد ان أن اللجوء الى تحليه من البحر لماذا أول من البحر نعم. اولا عندنا شريط شريط حدودي كبير شريط ساحلي كثير راح تقريبا 1600 كيلومتر ثانيا آآ آآ قلنا باللي معظم السكان واقع على الجنوب على الضفه الشماليه متواجده متمركزه بالاضافه الى هناك عده مزايا اخرى وانا قلت اليوم احنا في البرنامج الحالي اذا بانتهاء البرنامج كل هذه الخمس محطات وست محطات بالاضافه <applause> الموجوده راح نامنوا كل شرط الساحلي ونوصلوا واحد 31 ولايه اللي راح تاخذ مياهها من من مياه التحليه وبالتالي نكونوا بون حسب الدرجات وحسب الاستهلاك وحسب لا وبالتالي نكون أمننا حتى الجانب اللي اسمه لا في الشمال هذه المياه اللي احنا في الاستراتيجيه تاعنا ان المياه اللي راهي موجوده في اللي راهي في السدود او مياه الجوفيه راح تت تت كيفاش نقولوا ريافيكتي تتوجه الى المجال الفلاحي حتى الفلاحه لازم هي عندها اليوم الامن الفلاحي لازم يعتمد على المياه هذه الاستراتيجيه ان هذه المياه المتنوعه السدود نوجهوها الى الجانب الفلاحي والصناعي. نعم السيد العرجوم اكيد ان هناك استعدادات وتحضيرات خاصه بموسم الاصطياف الذي هو على الابواب والذي تكثر فيه ايضا استهلاك او يكثر فيه استهلاك المياه. ما هي التحضيرات التي سطرت من اجل ضمان الامن المائي خاصه في ظل التغيرات المناخيه؟ صحيح ربما في الفتره الصيفيه فتره خاصه تعرفوا بالارتفاع درجه برنامج الحراره برنامجها هو برنامج يعني يسطر لوحده يسطر ككل سنه لا. احنا عندنا ككل سنه نتحضير تحضير البرنامج الصيفي، لماذا برنامج صيفي؟ انا قلت باللي الاستهلاك يزيد والناس الطلب يزيد وبالتالي ان لازم اجراءات خاصه حتى عمليه توزيع المياه تتغير تتغير من جهه الى اخرى هذه هذه قلت ان التحضيرات ديجا بدات من بدايه السنه احنا ككل سنه احنا هذا الاجراء اصبح روتيني ولكن في السنوات الاخيره ربما كان هناك اجراءات اكثر لماذا لأننا نعاني بهذه الفتره وبالتالي اتخذ اجراءات اخرى كان انا في هذا المجال في الاجراءات اولا كاين اجراءات كثيره اللي راهي يعمل في القطاع وهو قلت الاستثمارات او المشاريع استكمال او استكمال المشاريع اللي راهي في طور الانجاز واللي راح يكون عندها صدى ثانيا عندنا عده اجراءات اخرى الاجراءات اللي تقوم بها الشركات الوطنيه شركات توزيع المياه خاصه الجزائر المياه وهي محاربه التسربات <applause> تعرفوا اليوم اللي نسبه التسرب اللي راهي راهي كثيره من وتختلف من جهه الى اخرى والنسبه <applause> المئويه نسبه ضياع المياه, المياه راهي 35% على المستوى الوطني وتختلف من جهه الى اخرى هذا من الاجراءات قلت لك انا كل سنه عندنا اجراءات نقوم بها وتحضير خاص للموسم الصيفي كان مؤخرا كان سيد الوزير كانت تراس اجتماع وطني لضم كل اطارات القطاع واللي كان من اهدافه ان هذا التحضير للفتره الصيفيه لماذا قلت لك الفتره الصيفيه لان عندها طابع خاص طابع خاص لان لازم تضافر الجهود واللي كان هناك اصداء تعليمات انه أول لازم خاصه في ميدان التسيير في ميدان تصير. بالنسبه للولايات الاكثر تضررا سيد العرجوم على المستوى الوطني من شح المياه هل يمكن تحديد هذه الولايات او هل تعمل مصالحكم على تحديد الولايات الاكثر تضررا؟ صحيح ربما احنا هذه الفتره اللي احنا عايشينها وكان تم تشخيص هذا ال... هذه الوضعيه واللي نتج عنه أولا ريسونسي قد سجلنا حوالي 19 ولاية اللي راهي أكثر عرضة لهذا اللي تأثرت بالتغيرات المناحية لماذا 19 ولاية؟ لأن 19 هذه تعتمد إما كليا أو جزئيا على المياه السطحية والمياه. لـ 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 الجوفية. الجوفية <applause> هذا الـ هذا ريسونس دونك كنا فيه حنا خرجنا حوالي 19 ولاية. اللي تاثرت هذا الاخر وفي 19 ولايه درجه تاثيرها تختلف من يعني متفاوته متفاوت بين ولايه واخرى كنا خرجنا الفئه الاولى اللي متمثل من 10 ولايات والفئه الثانيه من من تسع ولايات <applause> ال10 ولايات اللي ربما انا قلت هي اكثر تاثرا بهذا 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 المورد وعندنا تسع ولايات اخرى لاقل تاثرا وبهذا كان هناك برنامج خاص واليوم حنا رانا الوزير راه في متابعه شخصيه لهذه الولايات عندنا متابعه شخصيه ودوريه هناك عده ندوات تقريبا كل اسبوع عن طريق الفيزيو كونفيرونس مع الولايات <applause> واللي عن طريق هذا الـ هذا الـ الفيزيو كونفيرونس راح نتابعوا الوضعيه مدى تقدم هذه الاشغال كيف التطور والاجراءات وحتى ربما حتى في الاجال حتى قال بعض الاجراءات كثيره اللي نقوم بها اليوم عندنا عندنا مشاريع كبيره اللي راهي تنتج اللي راهي تنجز واللي راح يكون تاعها في الفتره الصيفيه ولهذا راح يكون برنامج خاص وادابتي كما يقولوا متلائم <applause> مع, مع الوفرة حنا ان شاء الله ان نوفر المياه بطريقه منتظمه <applause> بطريقه عادله على كل المواطنين باش ما يكونش اختلال والمؤسسات اليوم اللي راهي تسعى حنا في هذا المنبر نوجهوا لكل حل تقدير لكل المؤسسات اللي راهي على المجهودات اللي راهي تقوم بها، مجهودات كثيره، وحنا كذلك رانا اليوم اللي دخلنا في حاجه اخرى وهي الميتواليزاسيون تاع كل المؤسسات الوطنيه تابعه للقطاع راهي تعمل بالتنسيق باش يكون الهدف واحد لا. وهو اللغم، انا اضافه برك الى ان محاربه التسربات لا. لان هي عمليه كبيره وراهي تقوم بها خاصه الجزائريه المياه في كل اسبوع يتم اختيار ولايه ويكون تنسيق وال نعم نذكر فقط سيد العرجوم انه الصالون الدولية في طبعته الثامنه عشر لمعدات وتقنيات وخدمات المياه التي يقام حاليا بقصر معارض الصنوبر سيستمر الى غايه يوم غد م. الثامن عشر من شهر ماي شكرا جزيلا لكم سيدي انتم المدير المركزي بوزاره الري على كل التفاصيل التي تقدمتم بها حول استراتيجيه الوزاره للولوج او اللجوء الى تحليه مياه البحر م. كخيار استراتيجي وضمان الامن المائي بحول الله، شكرا جزيلا. شكرا اود برك كلمه اخيره وهي اود ان اشراك المواطن في هذه العمليه نعم. المواطن هو حلقه هامه في المجتمع في خاصه اقتصاد المياه حيث هذا المورد الى ما ما حافظش عليه ان راح يكون ربما عرضه للتالف وعرضة للخضر وبالتالي ان المواطن عنده دور مهم وبالتالي يتم اشراكه من جلب التحسيس من جلب بل. شكرا يعني. جزيلا لكم اذا مشاهدينا نذهب الى فاصل ثم نعود لاستكمال برنامج هذا الصباح في قطاع السياحة مشاهدينا ومع اقتراب موسم الاصطياف نستعرض واياكم اهم المؤهلات الطبيعية والمنشات السياحية لولاية شلف والتحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف والتكوينات المبرمجة لضمان خدمة احسن للمصطاف. لمناقشة هذا الموضوع يسعدني استضافة مدير السياحة لولاية شلف السيد رشيد بندوده اهلا وسهلا. أه شكرا للاستضافه صباح الخير من عاصمه الدهره والونشريس ولايه شلف لكل جزائرنا الحبيبه شكرا لتلبيه يا دعوه سيدي اذا ولايه شلف شريط ساحلي هام وقبله سياحيه واعده ابدا معكم بالمؤهلات الطبيعيه والمنشآت السياحيه لولايه شلف اكيد انها عاصمه الظهرة والوشاريس تتربع على ثالث اطول شريط ساحلي في الجزائر ب 129 كيلومتر إن كانت هي ولاية فلاحية بامتياز فهي ولاية سياحية بامتياز نظرا لمؤهلاتها الطبيعية التي لفتت الانتباه للعديد من الشخصيات الذي اختاروا أن يعيشوا في هذه ولاية شلف وأهمهم هارون تازياف لبران ديانا نقول أن ولاية شلف هي تسترجع أه مجدها السياحي عن طريق العديد من المشاريع أه وبها ايضا غابات غابه بيسا أه وغابه جبل بوعمود ولعده حتى انها فيها المناطق الرطبه الشلال الشلالات وحتى المؤهلات الحيوانيه معروفة في ولايه شلف بالثعلب الاحمر الذي هو في طريق الانقراض، كل هذه جعلت ولايه شلف ان تكون قطبا سياحيا بامتياز. طيب نحن على ابواب موسم الاصطياف، اكيد أن التحضيرات والرتوشات الاخيره قد يعني وصلت على نهايتها، نتحدث سيد بن دودة عن استعداداتكم لموسم الاصطياف وما حضر وسير هذه العمليه ايام فقط قبل انطلاق موسم الاصطياف. الحمد لله الجزائر استرجعت انفاسها بعد الوباء الذي مس العالم وهو كوفيد 19 بعد سنتين. كانت السنه الماضيه كانت سنه الاسترجاع هذه السنه نريده نريده موسما استيافيا بامتياز وبتوفير جميع المؤهلات لذلك عملت وزاره الداخليه ووزاره السياحه الذي حضرت كل التقنينات اللازمه وايضا استرجاع العديد من اللجان التي كانت غائبه منذ 2006 تشلف نجد فيها 26 شاطئ مسموح للسباحة بمساحة كما قلت 129 كيلومتر شريط ساحلي نقول أن هناك تحضيرات قوية جدا وحتيتة من طرف السلطات الولائية على رأسها سيد الوالي وأيضا بتعليمة رقم ثلاثة التي صدرت مؤخرا في ماي من طرف وزارة الداخلية نعمل أن نحقق جميع نقاط وأهم هذه النقاط وهو استرجاع حق عملية حق الامتياز للشواطئ التي كلفت مصالح المحلية للسياحة لأن هذه العملية كانت تقوم بها مصالح البلدية الآن تقوم بها مصالح السياحة حضرنا دفتر الشروط تقريبا في ظرف قياسي جدا وإن شاء الله لفتح الأضرفة لهذه الشواطئ غادي تكون إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل نشاطات ثقافية نشاطات رياضية جميع مجند بما فيها مصالح التجارة أيضا مصالح مديرية البيئة حتى مصالح الصحة كل هذا تم تحضيره ان شاء الله ليكون افتتاح لموسم استياف مميزا جدا هذه السنه بولايه شلف وبالجزائر بصفه عامه بحول الله موسم الاصطياف اكيد يحتاج الى مرشدين سياحيين واعوان انتم في هذا الصدد يعني نظمتم تكوينات خاصه بالاعوان والمرشدين السياحيين دعنا في الصوره فيما يخص تفاصيل هذا الموضوع هي العملية الأولى من نوعها على المستوى الوطني هي ما زالت في مرحلة التجربة وهي في سنتها الثانية هم أعوان موجهين سياحيين ما يعرفون في العالم آسك أسكمي هذا الأعوان هم شباب يتراوح سنهم ما بين عشرين إلى وثلاثين حتى 40 سنة هم طلبة أعضاء في جمعيات مع المجتمع المدني يمارسون مهامهم بطريقة بصفة تطوعية وهذا حبا للوطن وأيضا لتقديم الخدمة للسياحة على مستوى الولاية هذه العملية هم عبارة عن موجهين سياحيين وليس مرشدين سياحيين ما يعرف بالزوريون تاتير توريستيك قمنا نحن مديرية السياحة بتكوينهم عندنا خمسين شاب آه مكون من ناحية الإسعاف من ناحية الـ الـ الاتصال يعني في آه مجالات متعددة وليس فقط في مجال السياحي آه أكيد أكيد هم, هم, هم أعوان آه يقدمون خدمة للولاية سواء من ناحية السياحية سواء من ناحية آه الخدماتية حتى التنسيق مع أي آه أي شخص آه يتوجه لولاية شلف ما يعرفش الطريق ما يعرفش المطعم ما يعرفش الفندق وين جاي، ما يعرفش حتى المستشفى وين جاي، غادي يوجد هذا الاعوان يوجهوه لهذه الاماكن، نعم. وبصفه خاصه سيجندون من اجل تاطير عمليه توجيه لا نقول حتى السياح ولكن حتى زائري نعم. الولايه. سيد دودة هم سيعملون بمثابه او سيكونون بمثابه دليل للسائح او الزائر الجزائري، هل هذه الخطوه تاتي بعد ما شهدت السياحه الداخليه انتعاشا الموسم الماضي أكيد قلت وأعدها بأن الجزائر استرجعت أنفاسها ليس فقط على المستوى المحلي ولكن لا. حتى على المستوى الدولي الجزائر أصبحت وجهة سياحية بامتياز، بما فيها ذلك حتى نلاحظ أن التسهيلات التي قدمت من أجل منح التأشيرة للأجانب لزيارة جنوبنا الكبير وفي هذا الصدد قمنا بتوجيه وكالات السياحة والأصفار حتى ينظمون أنفسهم بصورة نادية وبالتالي انشانا اول نادي على مستوى الولايه اللي هو نادي الشلفي للونشاريس لوكاله السياحه والاسفار وبالتالي الجزائر اصبحت وجهه سياحيه بالنسبه لهذا الاجانب ليس فقط في الجنوب الكبير ولكن حتى في الساحل الجزائري وبهذا جندنا جميع الإمكانيات اللازمة على مستوى المديرية بتعليمات من وزارة الوصية وزارة السياحة والصناعة التقليدية أين قمنا بإنشاء خلية من أجل توجيه هدل هدل ومرافقة وكالة السياحة والسياحة من أجل مرافقة هذا السياح وبالتالي أصبحت الوجهة الجزائرية مطلوبة بصفة كبيرة جدا من طرف أوروبا من طرف حتى الأمريكا اللاتينية في السنة في السبعينات تقريبا كانت الجزائر وجهة للألمانيين والهولنديين وحتى للسويس ولكن الآن أصبح نجد سائح من من دولة المكسيك أصبح نجد سائح حتى من أفريقيا من جنوب أفريقيا وبالتالي يجب علينا وكان يلزم علينا أن نواكب هذه الحركية التي هي حركيه ايجابيه من اجل استقطاب سواحنا وحتى زائري الجزائر وولايه شلف بصفه نعم. خاصه. نعم، سيد بندوده الى جانب كل هذا تم اطلاق ايضا حمله تنظيف للشواطئ والغابات على مستوى ولايه شلف، ما هي تفاصيل العمليه على مستوى ولايه شلف وهل وصلت هذه العمليه الى مراحلها الاخيره الان؟ هذا السنة مصالح السياحه بتوصيات من وزاره السياحه اخذت بزمام على عاتقها عملية تنظيف هذه الشواطئ. كان ما كان معمول بها أن كانت هناك حملات متفرقة سواء من مصالح البيئة أو مصالح الشباب والرياضة. هذا السنة أردناها في ولاية شلف حملة سميناها لبيك داي أعطيناها يوم كبير لتنظيف جميع الشواطئ في يوم واحد. ولكن هذا لا يعني أننا بدأنا حمل التنظيف في كل من شواطئ الدشرية وبني حوا العذراء وبالتالي حقيقة نوجه تشكرات لمصالح الشباب والرياضة المحلية ومديرية البيئة وحتى الحماية المدنية ومصالح الغابات الذين جندوا جميع الإمكانيات من أجل نجاح هذه العملية. ما أردناه أن هذه العملية التنظيف تكونش بصفه استثنائيه خاصه لموسم استياف ولكن درنا برنامج سنوي نعم. هذا البرنامج السنوي لا يمس فقط الشواطئ ولكن لان موسم استياف ليس فقط شاطئ وانما ايضا غابات ومساحات خضراء وبالتالي سطرنا برنامجا طيله موسم استياف وحتى بعد موسم استياف لان الشواطئ يجب ان تنظف في هذه الفتره المحدده خصيصا ولكن في فترات اخرى نقوم حمل التنظيف بالنسبة للغابات وأيضا حتى أعطيناها بعد تاريخي حتى قمنا بتنظيف مقابر الشهداء لعددها شلف تملك ثاني أكبر مقبرة شهداء في الجزائر وهذا بمعية ومساعدة الكشافة الإسلامية وقدماء الكشافة الإسلامية نعم هل تم تحديد سيدي الانطلاق الرسمي أو تاريخ الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف لهذه السنة؟ آه ككل سنه انطلاق موسم الاصطياف الرسمي هو واحد جوان ولكن الحفلة أو اللي نديروها في, في الاخر عادة تقام ما بعد التواريخ البكالوريا وشهادة التعليم الاساسي. ننتظر تحديد التاريخ من طرف السيد الوالي ولكن رسميا منذ فاتح جوان ولايه شلف جاهزه تماما من اجل استقطاب سياح حيها الذي كان عددهم السنة الماضية لا. 4 ملايين و 5 ملايين الزوار مدعوون أيضا لاكتشاف ولاية أشلف ومدينة تنس الجميلة أيضا ما أقوله أن شلف كبيرة جداً نعم. بمؤهلاتها السياحية ليس فقط نس التي تملك ثاني أقدم قصبة في الجزائر وهو قصبة نس العتيقة وأيضاً حوى العذراء وبأساطيرها ممابينات الذي أدعوك لاكتشافها وأيضاً منطقة البيسا الذي تملك غطاء نباتي هائل شلف حقيقة أصبحت ما يقال على انها ولايه ساخنه ولكن في شريطها الساحلي تتوفر على جميع الامكانيات ومديريه السياحه بمعيه المديريات المحليه وتحت رعايه السيد الوالي ولايه شلف نقوم ان شاء الله بجميع المجهودات اللازمه لاستقطاب مصطفينا الكرام. شكرا جزيلا لكم انتم مدير السياحه لولايه شلف السيد رشيد بن دوده وبالتوفيق لكم فيما يخص موسم الاصطياف. شكرا شكرا. شكرا اذا مشاهدينا نذهب الى فاصل ونواصل الى فقره التراث مشاهدينا مع زميلة كنزه حاج حمزه صباح الخير كنزه صباح الخير اسماء مشاهدينا الكرام مرحبا اذا توشك فعاليه شهر التراث على الانتهاء في الفتره التي امتدت ما بين فترتي الثامن عشر من افريل والثامن عشر من مايو من هذه السنه إذا فعاليات ونشاطات كثيرة قدمتها الجهات المعنية في هذا المجال كلها ترمي في التعريف بالتراث والإرث الحضري للجزائر حيث اعتبرت الوزارة الوصية التراث الثقافي أحد أهم العلامات الحضارية لبلادنا أولا. ولانه التراث هو العنوان الاكبر لهويه واصاله الشعب الجزائري على امتداد قرون خلت اذا مسؤوليه اعتبرتها الدوله الجزائريه اذا غير مرتبطه بقطاع واحد فحسب بل تلتقي لاجل ذلك قطاعات كثيره وتتضافر في سبيلها كافه الجهود والارادات التي نطالع بهذا الدور الثقافي والحضاري والأمني على حد سواء وإذا تحدثنا عن الجانب الأمني الذي يعتبر مهم مهما نقول في الحفاظ على هذا الإرث الحضاري الكبير إذا قامت الوزارة الثقافة والفنون الجزائرية بإدراج دوره تكوينيه هامه خاصه بالاسلاك الامنيه اذن قامت وزيره الثقافه والفنون امس السيده سوريا مولودي على تنصيب اللجنه الوطنيه المكلفه بمتابعه تنفيذ اتفاقيه اليونسكو لعام 1970 المتعلقه بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر وكذا منع استيراد تراثي. الجزائري وكذا نقل ملكيه الممتلكات الثقافيه بطرق غير مشروعه واختتم التكوين امس بقصر الثقافه مفتي زكريا. اذا يعتبر تنظيم هكذا دورات تكوينيه اضافه الى تكثيف التاطير البيداغوجي من اولويات القطاع. اذا وفق الاستراتيجيه الرامية إلى تدعيم معارف وخبرات الشركاء الأمنيين في مجال حماية التراث الثقافي من خلال عرض تجارب ميدانية للمؤسسات المتحفية كالمتحف الوطني بسطيف والمتحف الوطني العمومي البصري. من بين أهم التظاهرات كذلك بمناسبة شهر التراث سهرات البالي الروسي للرقص الشعبي حيث شهد الحفل الأول الذي قدم بقاعة الأودار الأوبرا بعلان بالسايح إذا مجموعة من اللوحات التي تعبر عن مختلف الرقصات الشعبية الإسبانية واستمرت تلك التظاهرة إلى غاية الرابع عشر من ماي من عام من نفس السنة إذا تظاهرات عديدة قدمت في شهر التراث انتهى أو سينتهي شهر التراث لكن التراث الجزائري باق في المحافظة على هذا الإرث الحضاري للوطن هو واجب على الامه علينا نحن كمجتمع مدني والاسهام في ترسيخه للناشئه لانه يبقى جزء لا يتجزا من مقومات الوطن. عوده الى زميلة اسماء. شكرا جزيلا لك كنزه على هذا الملخص مشاهدينا فاصل ونواصل اخر فقره في برنامج هذا صباح اليوم الصباح الرياضي. الفقرة الرياضية مشاهدينا اليوم حاضر في تقديمها الزميل أنيس مزيان صباح الخير أنيس صباح الخير أسماء صباح الخير بمشاهدينا الكرام وبالجمهور الرياضي الكريم في هذه الفقرة الرياضية والتي نبدأها بالحديث حول اتحاد الجزائر الذي وجه أمسية اليوم نظيره أسيك ميموز الإيفواري ضمن إياب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على ملعب الخامس جويلي الأولمبي مباراة يسعى فيها الاتحاد لتحقيق الفوز و والظفر بتاشيره التاهل الى نهائي المنافسه ورق في المباراه بقلم عبد العزيز بن سالم. اتحاد الجزائر على موعد مع التاريخ. الفريق الاحمر والاسود على بعد خطوه واحده من نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه عندما يواجه احد اقطاب الكره الايفواريه اسيك ميموزا في اياب المنافسه القاريه. صحيح أن نتيجة الذهاب هناك في أبيجون تبدو مريحة لرفقاء زندين بالعيد لكنها قد تبدو مفخخة لذلك يدرك الفريق العاصمي أن التعامل مع المباراة يجب أن يكون جديا وحاسما عندنا موعد مع التاريخ هنا وعدنا شعبنا باش نكونوا في المستوى دركا أنا أريد باش نربح ميموزا تريد باش تربح الله يفعل ما يريد اللي يدير لي زيفور ربي يعطي له انا نعرف اللي يدير اللي يدير لي زيفور اكثر من الاخر ربي يعطي اللي يدير لي زيفور اكثر من الاخر ما يعطيش اللي اللي راقد اون فا اون فا اون فا سو اون فا مليح نخدموا الهجومات تاعنا الاكيد ان مدرجات ملعب الخامس جويليا الاولمبيه ستكون كلها بالاحمر والاسود لفريق يريد ترسيع قميصه بنجمه افريقيه خاصه وأنه كان قريبا جدا من التتويج بأغلى الألقاب الإفريقية عام 2015 عندما وصل إلى نهائي دوري الأبطال وخسر أمام تيبي مازامبي الكونغولي بالنسبة للفصل جوي تاع تاع ميموزا ما تهمنيش قد ما تهمني العمل ديالي أنا لا فاسون جوي تاع ميموزا ثانويه بالنسبه لي حنا اون فايسي دامبوزي نوتخ جو المتتبع للاتحاد افريقيا منذ دور المجموعات يدرك ان مسيرته توصف بمسيره البطل انضباط تكتيكي وتعامل جيد مع المباريات في ادغال افريقيا فضلا عن جمهوره الذهبي الذي سيكون علامه فارقه في طريقه للظفر باول القابه القاريه منافس اتحاد الجزائر اسيك ميموزا الايفواري اجرى اخر حصه تدريبيه بملعب الخامس جويليا الاولمبي وهذا امسيه الامس الحصه التدريبيه عرفت حضور كل ركائز الفريق في انتظار المباراه الحاسمه التي ستلعب امسيه اليوم بين اتحاد الجزائر وبين اسيك ميموزا الايفواري والتي ستكون منقوله على المباشر في تمام الساعه الثامنه. في خبر آخر وفي إطار الاحتفالات بالذكرى الخمسين لتأسيس جبهة البوليزاريو حل صبيحة الأمس بمطار هواري بومدين المنتخب الوطني للصحراء الغر... الغربية لكرة القدم والذي سيواجه نادي مولودية الجزائر في مباراة ودية هذا السبت بملعب نيلسون مانديلا ببراقي الزيارة تأتي كشكل من أشكال التضامن مع حق الشعب الصحراوي من خلال الدعم الرياضي هذا وعبر وفد الصحراء الغربيه عن سعادته بالمشاركه في هذه المباراه الوديه التي تعكس اسر التضامن بين الشعبين، تصريحات رصدتها لنا الزميله وسيله باطيش. هذا الشكل من اشكال التضامن والتآزر من خلال الرياضه فريق الصحراوي اللي اجتمع من أماكن تواجد الصحراويين ليجري مقابلة إن شاء الله يوم عشرين ماي ذكرى الخمسين لتأسيس جبهة الشعبية واندلاع الثورة الكفاح المسلح بملعب نيلسون مانديلا مع مولودية الجزائر هذا الفريق التاريخي اللي كان أسس من أجل التحرير ومن أجل السيادة والاستقلال ايضا نستلهم من تجربه فريق لا جبهه التحرير. هاي المباراه تعد مباراه يعني يعني اخويه ونتمتعوا كاملين بها ونوصلوا اهم شيء نوصلوا يعني الرساله الغوية عندنا الرياضه هي عندها دور مهم في التحسيس بالقضيه وللاساس هذه جبهه اللي نحن لا نستغلوها ولا يفتحها من هنا للأمام الامام. نعتبرها دولتنا الثانيه أه نشكر الاستقبال الحار. ونشكره لاقباله لهذه المباراه وان شاء الله العوده ستكون في العيون عاصمه الصحراء الغربيه مستغله و1 2 3 الجيري هي مبادره يعني قيمه ونشكر الشعب الجزائري اولا قبل كل شيء بعد الحكومه الجزائريه للدعم اللي تقدمه للقضيه العادله قضيه الصحراويه مش الحقيقه اننا نعد هذا الفريق المهم في الجزائر ومقابله مهمه لنا نعرف عن في ياسم الجمهور ان شاء الله ونختم بأخبار الكرة المحلية أين حقق نادي اتحاد واتسوف إنجازا تاريخيا بصعود إلى دور المحترفين لأول مرة منذ تأسيسه وجاء هذا الإنجاز بعد الفوز المحقق خارج الديار أمام شبيبة سكيكدا بهدفين دون مقابل ليضمن صدارة المجموعة الشرقية قبل جولتين من انتهاء المنافسة به... بهذا الحدث وبهذا الإنجاز نختم الفقرة الرياضية وعودة إليك أسماء شكرا جزيلا لك أنيس على هذه الباقة الرياضية المتنوعة مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا الصباح شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة تقبلوا تحياتي تحيات الفريق التقني والصحفي الذي خدمكم منذ صبيحة اليوم إلى اللقاء